اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي النجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن، منور الدنيا. الله يخليك، شكرا. شياكه انت، شياكه النضاره الحمراء ومع الكرافات الحمراء. مش هتكلم، مش هنتكلم، هسيب الكابتن ربيع يعني يتكلم بقى. كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن، منور الدنيا. منور بالتوفيق ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن، منور الدنيا كابتن حبيبي. عامل ايه؟ اهلا وسهلا. كله تمام الحمد لله. تمام. يعني قبل ما ندخل في جو هذا اللقاء، عايز ابارك للمره المليون للنادي الاهلي، فريق كره الطائره النادي الاهلي رجال، بالفوز بالبطوله رقم 29. بطوله كانت غايبه عن هذا الكيان الكبير ثلاث سنين. مبروك لكل افراد الجهاز الفني بقياده المدير الفني كابتن محمد مصلحي، وايضا مبروك للكابتن عبد الله عبد السلام، ده كابتن فريق النادي الاهلي اللي استلم درع الدوري. مبروك ليه بالنيابه عن الاستوديو التحليلي وبالنيابه عن قناه النادي الاهلي. ببارك لك وبارك لكل فريقك كان حاضر هذا اللقاء. المهندس خالد مرتجي والاستاذ محمد الجرح والاستاذ محمد ضماطي، دول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره ونائب رئيس الاتحاد الدولي ايضا للكره الطائره. مبروك ليكوا يعني للمره المليون. كابتن ربيع لو حابب تهني كابتن شريف. كابتن عادل اتفضل. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. احنا في بهجه الحمد لله، بقى من ساعه مجلس الاداره ما استلم الفتره دي، والحقيقه في انجازات وبطولات وشوم حلو على النادي، ودي السياسه المتبعه سياسيا اذا كنا في الكوره او في الطايره او في الهاندبول او في اي لعبه موجوده في النادي، فهي دي سياسه النادي الاهلي، رصد البطولات وحصد البطولات، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا تربينا فيه وعشنا جواه، تربينا على البطولات بس. فانا ببارك لهم وبنبارك ان شاء الله كل البطولات اللي جايه، وان شاء الله نبارك لنفسنا برضو النهارده بالاقتراب السريع من بطوله الدوري حسمها النهارده بعد الفوز على انبي. تمام. كابتن ربيع مبروك طبعا للفريق والجهاز الفني والاداره، مبروك لنا كلنا، ومش جديد على النادي الاهلي، نادي البطولات طبعا بفضل الله تعالى، ودايما في تقدم وازدهار باذن الله تعالى، وان شاء الله القادم افضل واحسن بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. كابتن عادل اولا ببارك لمجلس الاداره على الانجاز، ثلاث سنين البطوله ما خدناهاش، رجعت تاني للنادي الاهلي. ثانيا ببارك لفريق الفولي في النادي الاهلي، فريق طايره من الفرق الجامده جدا، يمكن انا بتابعهم كتير قوي، ويمكن عبد الله عبد السلام ده من افضل اللاعبين اللي انا بحبه من على المستوى الشخصي، وببارك له. ببارك كمان المدير الاداري بتاع الفريق اللي هو خالد ابو زينه، ببارك لهم وان شاء الله لقدامه اكتر. تمام. ندخل في جو هذا اللقاء. قلت لكم مباراه ان شاء الله ننتظرها، مباراه مثيره، مباراه كبيره. الاهلي بيدخل هذا اللقاء في المركز الاول البطل، النادي الاهلي برصيد 72 نقطه ويطمع فيه ثلاث نقاط غاليه جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله توصلوا لهذا الدرع ال 40، رقم 40. عايز اقول لكم ان النهارده ان شاء الله، او ان شاء الله لما النادي الاهلي ياخد هذه البطوله، يبقى فارق بينه وبين اقرب منافسيه في البطولات 60 بطوله. 60 بطوله، 60 بطوله، يعني سنين كتير جدا علشان نبدا نحصل هذا الكيان الكبير. نادي انبي بيدخل هذا اللقاء في المركز الخامس برصيد 40 نقطه مع الكابتن خالد متولي اللي بيطمع ان هو يعني يحقق انتصارات كمان، بس اكيد هيبقى المباراه صعبه جدا يا كابتن خالد على نادي انبي، وايضا صعبه على الكابتن حسام بدري. اسال ضيوف الكرام في هذا اللقاء بصفه عامه كابتن شريف. بصفه عامه دايما ابدا حكايه انبي والاهلي دي، والاهلي وانبي ماتش بتبقى جامده جدا وبيتفاوت فيها الاجهزه الفنيه. يعني المره اللي فاتت كان معانا ايهاب جلال، المره دي كابتن خالد، وكابتن خالد ده مش غريب عن الاهلي، يعني ده ابن الاهلي برضو وابن الدوري وابن كل اللعيبه ومتمرس وكل حاجه. فجهاز فني هيقابل جهاز فني محترم، لعيبه محترمين جدا بيقدروا بعض، انما اسلوب اللعب اللي هيختلف عن الراوند الاولاني. الراوند الاولاني كانوا بيلعبونا بتلاتة أربعة تلاتة، وده كان فكر إيهاب جلال، وكان متخيل إن هو لما هيعمل ضغط على النادي الأهلي في نص ملعبه ويقدر يحرك دفاعات النادي الأهلي ومنتصف ملعب النادي الأهلي إنه يحقق لنفسه أي شكل أو أي وجود. وكانت الفاجعة الكبرى إن النادي الأهلي كان ممكن يكسب يومها 7-8، لأنه الكونتر أتاك السريع بتاع النادي الأهلي اللي ما بيحترمش الحكاية دي في الخبرات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. اي لاعب موجود في النادي الاهلي يحدث ان هو يستطيع ان يعمل فارق. تمام. يعمل فارق يعني لوحده، يقدر يعمل كره عنتريه، يقدر يلعبه بشكل جماعي اللي اكتسبناه السنه دي بشكل جميل جدا، بيلعبوا كره على الارض، الكره هي اللي بتجري مش اللعيب هو اللي بيجري، بيحتفظوا باللياقه البدنيه. فدي الصعوبات بس اللي بتقابل اي فرقه الحقيقه قدام النادي الاهلي، مش فرقه انبي بس. ف
النهارده دايما الانبي كسب الاهلي قبل كده 4 مرات، تعادل معاه 7 مرات، انما مش ده العرف في المباريات الفاصله النهارده. 3 نقاط النهارده لهم طعم بطوله، لهم طعم بطوله، يعني في تركيز كبير قوي المفروض هيبقى من تجاه لعيب النادي الاهلي واحترام اللقاء. تمام. يعني كابتن ربيع، خلينا نتكلم على انبي قبل ما ندخل على النادي الاهلي. النادي الاهلي هنتكلم عليه باستفاضه، لكن انبي بيقوده كابتن خالد متولي، وهو الباقي من الجهاز الفني الرائع المحترم، الجهاز اللي ما كانش يعرف غير انتصارات كابتن مرحوم كابتن طه بصري والمرحوم كابتن يحيى اسماعيل، شرب منهم كتير جدا لغايه دلوقتي. لما تتفرج على تدريبات كابتن خالد تحس ان كابتن طه بصري وكابتن يحيى اسماعيل موجودين في الملعب، شارب خبرات كبيره جدا. قاد مع انبي 4 مباريات، انبي والاسماعيلي كسب الاسماعيلي 2-0، الاتحاد السكندري في اسكندريه تعادل 1-1، وانبي والمقاولين كسب المقاولين 3-2، والاسيوطي تعادل مع انبي 1-1، محقق نتائج ورا اروع. نتائج كويسه. بصفه عامه برضه قبل ما ندخل في التفاصيل. هو طبعا الكابتن طه الله يرحمه كان مدرب كبير وقدير ما فيش كلام، كابتن يحيى برضه مدرب بدني على اعلى مستوى تخصص ما شاء الله. خالد شغال معاهم فتره كبيره جدا، وخالد من المدربين المميزين، وكان لازم النادي يديله فرصته الحقيقه. استقرار مهم جدا، خد بالك، وخالد عنده خبرات وبقى كبير وناضج جدا جدا في الوقت المناسب، كان لازم يبتدي مع الفرقه. لكن الظروف والتغييرات الكتيره يمكن هلهلت الفرقه. فريق انبي المفروض وضعه افضل واحسن، فريق انبي ينافس على الدوري، فريق انبي عنده امكانيات، فريق عنده ادارات، عنده تخطيط، عنده نظام، عنده قطاع كبير جدا. ناشئين بيفرغ للمنتخبات، خلي بالك يا ميدو، فريق انبي المفروض هو دايما ينافس، المفروض ده الوضع الطبيعي. انما التغييرات الكتيره، خد بالك، والاختيارات ما كانتش موفقه في الادارات او في المدربين اللي كانوا موجودين، ما عمل برضه مشاكل كتير فنيه. لكن دلوقتي خالد راجع بقوه، عمل استقرار، عمل فنيات، عمل اداء، عمل نتائج، الفريق ماشي بخطى كويسه جدا. وبدا يعني نغمه الانتصار ترجع طبعا، والشكل القوي يرجع، وكل حاجه تبقى كويسه. وانا اعتقد النهارده يعني بفضل الله سو موجود اللعيبه والقدرات اللي موجوده في نادي انبا وخبرات خالد، ممكن ماتش النهارده يبقى في الملعب من الماتشات الصعبه في قدام النادي الاهلي. تمام. هسأل كابتن عادل عبد الرحمن عن رؤيته برضه لهذه المباراة الهامة جدا من وجهة نظر كل الجماهير المصرية، لكن نروح لتقرير نسمع وجهة نظر الجمهور عن هذه المباراة، ونرجع لكابتن عادل عبد الرحمن. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنت بسأل كابتن عادل عبد الرحمن عن وجهة نظره في هذه المباراة الهامة جدا، اتفضل يا كابتن عادل. لا يعني أنا عايز أقول لك إن أنا في شخصية بتأثر بيها في نادي إنبي الحقيقة، اسمها إمام محمدين، ده سر نادي إنبي. إمام محمدين عمل قطاع ناشئين في نادي إنبي على أعلى مستوى. إمام محمدين عامل من حوالي 22-25 سنة استقرار للناشئين، بيطلع لعيبة كتير أو طلع لعيبة لمصر كتير. أنا شهادتي فيه مجروح أصلا. لا، وأنا يمكن اشتغلت في إنبي فترة. من أفضل الناس اللي أنت تتعامل معاهم انبي، واكتر واحد يعني عشان تكمل بقى كلامك، طالما بتتكلم على امام محمدين، اكتر واحد اتظلم في نادي انبي او مظلوم حاليا في نادي انبي. لا هو ما كانش فرصه حقيقيه. لا, هو لا 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 هو كابتن امام محمدين ما اتظلمش. اقول لك ليه ما اتظلمش؟ هقول لك انا بس ليه. هقول لك انا ليه. لانه هو بيحب كده. امام محمدين بيحب الناشئين. امام محمدين دي حياته. سيبك اتظلم ولا ما اتظلمش، لكن امام محمدين عمل حاجات لنادي انبي. ابو الناشئين. طب الناشئين المهم ان هو امام شهاده، شهاده كبيره برضه. لا طبعا ده هيستاهل كل خير امام. المباراه مع انبي دائما من الاهلي وانبي بتبقى فيها مباراه قويه، بتبقى مباراه من المباريات اللي هي الهامه، اللي هي جه علينا وقت انبي نكد علينا كلنا يمكن في سنه من السنين. مولين عرب في ملعب مولين عرب. سيد عبد النعيم، وكنا هناخد دوري ساعتها. خلاص يا كابتن بقى، ما خلاص ما فات مات. انت جميله من سنه. انت كنت في الماتش ده، انت مالك؟ انت كنت في الماتش ده؟ لا كان في الماتش ده. هو كان في الماتش ده؟ كان هو محمد فضل. كان هو لا محمد فضل كان بيلعب في الاهلي، وهو ميدو كان بيلعب في انبي. كان ميدو في انبي؟ يا كابتن ما تسمعش كلامه. وكان بيبقى فرحان لما انا رحت الماتش ده ثاني. ما تسمعش كلامه. المهم ان انا النهارده لازم تنتمي للمكان اللي انت فيه يا كابتن عادل. ابراهيم سعيد كان بيلعب. انا معاك في دي طبعا. ابراهيم سعيد كانت فرقه، كانت فرقه، خلي بالك احنا كسبنا 1-0 والاهلي مضيع يعني كل. انا شفت كل جيلبرتو في الجون. شفت محمد فضل كورته في الجون زي ما يكون في، كانت في ملايكه معانا. مين اللي كان مدرب النادي الاهلي؟ بونفرير. شوف انا الكلمه اللي انت قلتها دي كانت كلمه مهمه قوي، الانتماء للمكان اللي انت بتعمل فيه. أكيد. دي حقيقه. أكيد. وعاوز اقول لك حاجه، دي اسس من اسس النادي الاهلي دايما. أكيد. اللي يقول لك لما تروح مكان تنتمي له، يعني اي مدرب
بيشتغل بره النادي الاهلي حتى لو قابل النادي الاهلي بيبقى يتمنى انه يكسب النادي الاهلي. انت بتتكلم في حته جميله جدا. لازم نبقى صراحه، عندنا صراحه يعني. بيتمنى ليه؟ لانه النادي الاهلي اللي علمنا كده، علمنا الانتماء، علمك انك انت تجتهد للمكان اللي انت بتشتغل فيه. ودي حاجه مهمه. وبعدين نخش في الماتش. طب انا باكد بس على كلامك لان بتتكلم في حاجه مهمه جدا. هو النادي الاهلي ما بيعلمش، هو النادي الاهلي بياكد على كل المبادئ والاسس الصحيحه. صدقني بيعلم. هقول لك بس خليني بس اكمل لك الجمله عشان الناس ما تاخدش نص الكلام. كابتن ربيع يعني حضرنا وكابتن شريف، النادي الاهلي لو حضرتك لو كابتن ربيع ياسين متربي كويس جدا هيروح يلاقي نفس التربيه اللي اتربوها كويس جدا في النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي بياكد على تربيه الكابتن ربيع ياسين اللي هو اتعلم المبادئ والاصول وكل حاجه. فالاصول والحاجات اللي في النادي الاهلي دايما بتيجي في الشخص المحترم، الشخص المتربي. عشان كده اي واحد بيطلع بره القصه دي ما بيكونش ليه مكان في النادي الاهلي. هي في سياسه اداريه وفنيه وبياكد على الاسس والمبادئ عليها. الصحيحه او في التربيه الصحيحه. عشان كده بقول النادي الاهلي بياكد الكمال لوحده. اكيد الكمال لوحده. انت عارف ان مش جميع الاشخاص كاملين، بس انا بكلمك النادي الاهلي قانون وسيستم. بمعنى في صرامه في تنفيذ اللوائح، في اللاعب لاعب، المدرب مدرب. حتى انت لو انت مش منضبط هتيجي تنضبط في النادي الاهلي وبعدين تخرج بره. ده اللي بتكلم فيه، انك انت حتى لو في لعيبه جت على احيانا، خلينا نبقى صراحه، في لعيبه احيانا جت ما كانتش سوبر يعني حتى من اي نواحي، ولكن النادي الاهلي بيعدلها. اللي ما بيتعدلش يبقى شكرا. هنتكلم فيها تاني. طيب نروح نشوف محمد سعيد من ارض الملعب معاه الكابتن حسين امين مدرب العام نادي الانبي، ونرجع لحضراتكم على طول. محمد سعيد اتفضل. ايه كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك في الاستوديو كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن عادل عبد الرحمن. معك في هذه اللحظات الكابتن حسين امين المدرب المساعد او المدرب لفريق نادي انبي. كابتن حسين برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، والنهارده حضرتك كمدرب عام لفريق نادي انبي، كيف ترى هذه المباراه ومواجهه فريق النادي الاهلي في ظن انبي اخر اربع مباريات حقق نتائج جيده في مسابقه الدوري؟ مساء الخير على الاستوديو كله، كابتن شريف، كابتن ربيع، كابتن عادل عبد الرحمن. يعني احنا استعدينا استعداد عادي جدا. ماتش الاهلي زي 3 بونت زي اي ماتش، بس ماتش الاهلي طبعا ماتش مهم بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه. النادي الاهلي طبعا في حاله كويسه، الايام دي ماشي كويس، بيحقق الدوري دلوقتي وشغال في افريقيا كويس. النادي الاهلي فرقه كبيره طبعا، احنا يعني عاملين حساب النادي الاهلي طبعا، لان النادي الاهلي فرقه كبيره. اللعيبه اللي في النادي الاهلي عندها سرعات، عندها تجانس، عندها تكتيك. اكيد فرقه النادي الاهلي لازم ليها الاحترام وليها كل تقدير، بس احنا برضو الفرقه بتاعتنا فرقه كويسه، اللعيبه على مستوى عالي، لعيبه بيشتغلوا تكتيك كويس قوي. الحمد لله يعني. احنا بنقول ان احنا كجهاز بنكمل شغل طارق العشري وايهاب جلال وطارق عبد الله. قدين موسم كويس قوي الحمد لله. احنا في المركز الخامس، بنحاول نحافظ على المركز الخامس او نقدر نوصل للمركز الرابع. النهارده بادئين بالقوه الضربه قدام فريق نادي الاهلي، ولا في غيابات مؤثره بالنسبه للفريق؟ لا الحمد لله، احنا ماتش الاسوتي كان فيه غيابات كتيره، انما النهارده الحمد لله التيم مكتمل. نتمنى من الله التوفيق للعيبه في الملعب، يقدموا مباراه كويسه. نفسنا ان احنا طبعا نكسب النادي الاهلي عشان نحافظ على المركز الخامس بتاعنا. دي دوافع اشتغلتوا عليها مع اللعيبه كناحيه نفسيه، ايضا مع الامور الفنيه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. الحمد لله يعني الولاد بيستجيبوا بطريقه كويسه جدا، الولاد بدنيا كويس، فالحمد لله نقدر نسد مع النادي الاهلي لاخر المباراه. تكتيك الولاد على اعلى مستوى من التكتيك، مدينهم حريه حركه ان هم يتحركوا في الملعب، حريه حركه في ان هم يبادلوا مراكزهم مع بعض. فيعني الحمد لله، يعني نتمنى التوفيق من ربنا، والماتش يا ريت يبقى مكسب. فوجئتوا بتشكيل الاهلي في مودي جابر وبكماني في التجهيز لمباراه الاهلي، فوجئتوا مثلا بعنصر او اتنين في التشكيله الاساسيه؟ اكيد اكيد. النادي الاهلي انا حاسس ان في غيابات كتيره عنه او بيحتفظ بيها عشان ماتش منانا، يعني برضو اكيد النادي الاهلي عنده ظروفه وهو ادرى بظروفه. النادي الاهلي يعني في عنصرين ثلاثه كانوا لسه داخلين في الفرقه، ممكن نلعب عليهم، ممكن نقدر نضغط على النادي الاهلي في الحتت دي.
شكرا لك كابتن حسين وبالتوفيق ان شاء الله في هذه المباراه، تطلع مباراه كبيره باذن الله. يا رب يا رب. كابتن ميدو، كان لقانا مع الكابتن حسين امين المدرب العام لفريق النادي الاهلي، وانا معاك يمكن حتى في لقطه مميزه جدا كابتن احمد ايوبي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، تحيه منه للكابتن حسين امين. الروح الرياضيه بتبقى سمه غالبه طبعا في معظم مباريات فرق التي تواجه النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي في المسابقه، استرجاع ذكريات ومباريات كثيره ومنافسات قويه بتقام في الدوري، وبالتاكيد الروح الرياضيه ده دايما بتبقى السمه الغالبه في معظم مباريات الدوري العام، ودايما بنشوف في استقبال الجهاز الفني للنادي الاهلي مع اي فريق بيواجهه في الدوري بيبقى سمه غالبه وسمه رياضيه كبيره جدا بالنسبه للجهاز واللاعبين مع الفرق المنافسه. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره داخل استاد بيتر سبورت، واعود اليك من جديد، اليك الكلمه كابتن ميدو. شكرا محمد سعيد، شكرا للكابتن حسين امين. كابتن حسين امين قال لك احنا في اثنين دخلوا في التشكيل لسه، كابتن حسام بدري اعلن عنهم من نص ساعه، هتعمل خطه على الاثنين دولت من نص ساعه؟ يعني تبقى ايه مداعبات بين المدربين او المدرب العام والكاميرا او للمشاهدين ان هو هيلعب على الاثنين لسه داخلين جديد، مفيش حد بيدخل جديد في تشكيله النادي الاهلي، وده اللي هنناقشه مع ضيوف الكرام. اقول لكم تشكيله النادي الاهلي ثاني افكركم بيه، محمد الشناوي واحمد فتحي ناحيه اليمين، وسعد سمير وايمن اشرف اثنين مساكين، على شمالهم علي معلول ظهير ايسر، اثنين ارتكازين عمرو السليه وحسام عاشور، قدامهم ثلاثه وليد سليمان اعتقد ان هو هيلعب كبلاي ميكر مع ميدو جابر وباكا، وقدامهم سترايكر صريح هو وليد ازارو، البدلاء علي لطفي محمد هاني كريم ندفد وهشام محمد وصلاح محسن ومران محسن واسلام محارب. ده تشكيل النادي الاهلي قدام حضراتكم. اقول لكم تشكيل انبي بسرعه ايضا، عماد السيد في حراسه المرمى وعلي فوزي على يمينه ورامي صبري وصلاح سليمان اثنين مساكين، احمد عبد العزيز ظهير ايسر، اثنين ديفندرات محمود توبه وحمدي فتحي، ابو بكر دياره ومحمد مجدي ومحمد بسيوني، ثلاثه قدام الديفندرين وعرف السيد كاسترايكر صريح. كابتن شريف عبد المنعم قول لي رايك في تشكيله النادي الاهلي. والله وانا واضح ان الغيابات عندي انا في النادي الاهلي مش موجوده في تشكيل انبي. تشكيل انبي اعتقد ان هو القوام الاساسي بتاعه اكيد، وكل اللعيبه موجوده بالشكل اللي احنا متعودين دايما الاكتمال يعني فيه. احنا اللي عندنا دخول وجوه جديده، في ميدو جابر، في باكا بيرجع تاني، حسام عاشور جاي من راحه، انما الشكل القوام بتاعنا بتاع الدفاعي هو بحارس المرمى، مفيش اي تغيير. كابتن حسام بدري واضح ان هو من كل مباراه بيبقى عارف احتياجاته ايه، واختيار اللاعبين اللي هو اثناء التدريبات عارف ان هم يقدروا يخوضوا القوام الاساسي بتاعه المباراه في الاول، والباقيين اللي موجودين معانا ما شاء الله يعني يقدروا يغيروا المباراه في اي وقت يعني. تمام. كابتن ربيع، ليه كابتن حسام بدري ما بداش بمروان محسن مع وليد ازارو زي مباراه الصباح؟ لا، هو اللي ممكن تظهر معانا في الشغل الفني اللي يقدر يدير بيه المباراه، اللي يقدر يواجه بيه المنافس، كلها تحضيرات طبعا عشان المنافس وعشان القدرات وعشان الفرديات وعشان شغل ملعب، فهو شاف ان ازارو سريع جدا وانه قوي وانه جاهز فنيا بنسبه 100%، مفيش كلام انه هداف الدوري عن جداره. في نفس الوقت هو ليه طبعا اسلوب امتى ادفع مروان؟ ما بداش حبش يبتدي بمروان وابتدي بازار، ومروان ممكن ياخد جزء لان مروان لسه برضه راجع من فتره طويله جدا، فيمكن خايف عليه. وفنيا ممكن يبتدي عشان يخلص مباراه وينزله في وقت مستريح في الفرقه ومستريح، فدي وجهات نظر. وممكن يعني حاجه صعبه انه يبتدي ازار حاليا دلوقتي حدش يلعب مكانه خالص. تمام، دي حقيقه. فبالتوفيق ونشوف مروان في المباراه باذن الله تعالى. اكيد. كابتن عادل برضه سؤال في تشكيله نادي انبي، صلاح محسن تحديدا، صلاح محسن كان ممكن الكابتن حسام يديله النهارده من بدايه المباراه كدافع لفريقه السابق في تشكيله الاهلي. الاهلي في الوقت الحالي ممكن يديله، ولا هو شايله كورقه رابحه بالنسبه له على الخط؟ لا، افتكر انه الكابتن حسام محتفظ بيه، يعني يمكن اول مباراه يبقى قدام فريقه القديم. وبعدين التغيير اللي عملها الكابتن حسام، التغيير الاماميه فقط يمكن تمام. فيه وكمان تغيير لعب، يعني طريقه لعب، يمكن اللعب الاثنين روس حربه مروان محسن ولعب معاه في منانا منانا، ولكن هو غير طريقه اللعب بشكل اخر، رجع لطريقته العاديه اللي هي 4-2-3-1، والتغييرات بس اللي في الثلاثه الاماميين اللي هو ميدو جابر، يمكن خط امامي كامل اللي تحت وليد ازار هو اللي اتغير، وليد سليمان ميدو جابر باقى هم اللي اتغيروا، فتلاقي هو السيستم هيبقى واحد، الشكل واحد، لان السته اللي تحت بحارس المرمى ما اتغيروش، اللي هو فتحي وسمير وايمن اشرف ومعلول وعمرو السليه وحسام عاشور ومحمد الشناوي. فالتغييرات طفيفه جدا، التغييرات على حسب الرؤيه، ان هم في اجاييه مسافر وبتيالي وعبد الله سعيد عنده عيان، فتغييرات منطقيه يعني. تمام. يعني توقعاتك كابتن شريف للشوط الاول؟ توقعاتي ان شاء الله الفرقه تندمج مع بعض وينسجموا في التغييرات اللي انا شايفها، في لعيبه راجعه كتير قوي من راحه، يعني انا حسام عاشور عندي علامه استفهام عليه ان هو
كان ممكن هشام محمد يبتدي. انا النهارده شفت اجهزته عن حسام عاشور بترجع طبعا للكابتن حسام بدر. حسام احنا دايما اتكلمنا يعني ففي لعيبه كتير قوي زي اسلام محارب كان يقدر ياخد النهارده زي ما انتوا اتكلمتوا على صلاح محسن بيحتفظ بيه ككارت عشان فرقه انبي يمكن المباراه النهارده ضد انبي. انما انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش هطول عليك كتير عشان المباراه ابتدت على وشك الابتداء. احنا عارفين كسبنا انبي الماتش اللي فات ازاي وعارفين ان علي فوز ده بيتقدم من ناحيه اليمين كتير قوي ودي اعتقد من الحاجات اللي هي الكونتر اتاك بتاعت النادي الاهلي بيستغلها، بس ده ايام ايه؟ جايين مكان موجود وعبد الله السعيد وبيعملوا الثغرات من ناحيه اليمين في انبي. فان شاء الله يتوفق النادي الاهلي ويحسم بطوله الدوري النهارده في 3 نقاط يا رب. كابتن ربيع، لا ده قوي باذن الله تعالى من البدايه، في التزام، في تركيز، في فورمه عاليه جدا فنيه من الجهاز الفني واللعيبه، فان شاء الله النادي الاهلي النهارده يعمل اداء قوي جدا ونتيجه كويسه بمشيئه الله تعالى يا رب. ماتش صعب ولا سهل؟ هقول لك ماتش متعادل، لاني من حيث جدول بسيط كده اقوله لك، الاهلي لما يكسب 23 مره وان بيكسب 10 ففرق كبير قوي بينهم 13، الاهلي لما يحرز 66 هدف وانبي لما يحرز 29 برضه فرق كبير قوي في ناحيه التهديف، الاهلي لما يدخل في مرمى 15 وانبي يدخل فيه 30 تبص تلاقي كل حاجه 50% 50% 50%. تمام. فافتكر ان المباراه النهارده الاهلي هيعمل مباراه كويسه، رغم ان الاهلي ما بيحبش يلعب على ملعب بتروسبورت بتيالي عشان ضيق الملعب وارضيه الملعب. اكيد 4 اهداف مقابل هدف دي كانت نتيجه الدور الاول بين الاهلي وانبي، نتمنى هذه النتيجه ان شاء الله النهارده عشان يفرحوا كل الجماهير الاهلاويه. نطلع لتقرير نشوف تاريخ المواجهات بين النادي الاهلي ونادي انبي ومنه نروح للشوط الاول مباراه الاهلي وانبي ورجعوا لنا بين الشوطين عندنا كلام مهم جدا هنقول. اتفضل. شوط اول ممتع جدا بين فريقي الاهلي وانبي، وكان صاحب الكلمه العليا فيه ايمن اشرف في الدقيقه 3 بعد ان احرز هدف ولا اروع من كده. الاهلي وانبي يقدمان شوطا رائعا بكل المقاييس، استحواذ من انبي واستحواذ من الاهلي وفرص ضائعه وفرص يعني جميله جدا جدا للنجم باكا والنجم عمرو السوليه، لكن في سوء توفيق لهذان النجم. انا ارحب بضيوف الكرام مره ثانيه. كابتن شريف اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ربيع. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن عادل. اهلا بيك. قول لك كابتن شريف، انا هتكلم في 3 نقاط كده بسرعه عشان اخوه النجوم اللي معايا برضو يعلقوا الحاجات اللي شايفينها. انا حاسس في تحمل مسؤوليه من لعيبه النادي الاهلي الموجودين في ارض الملعب الحقيقه. تمام. في القوام الاساسي اللي هم موجودين فيه بيستغلوا ان حسام بدري بيديهم الثقه ان هم يكونوا موجودين النهارده بالجري كتير بالامكانيات اللي كلها عندهم عايزين يطلعوها من خلال الباص، من خلال الدخول جوه ال 18، كل واحد بيحاول يحرز هدف، كل واحد بيشوف اللعيب الثاني. حاجه واحده بس اللي يعني اللي شايفها ان هم بيعملوا مجهود كبير فيها قوي، ان في فرق من نص الملعب عندنا والفراوده بتاعتنا. بنستنى كتير قوي لما الفرود بتجي له كوره، خاصه ازارو او وليد سليمان او اخر، في مساحه في بين مساحه بين الخط الامامي والخط السبورت اللي بيحصل الحته السيكه الصغننه دي ممكن تخلينا على طول في بؤره الضوء. بس انت كنت خايف من الشوط الاول؟ انا خايف لان حاسس ان في توليفه جديده، يعني هل الميكانيزم ده هيمشي؟ ان انا ما كنتش شايف ان النهارده هنجيب جون من ضرب، يعني بنضيع كل الكور الحلوه اللي احنا عملناها وانت قلت دلوقتي في اداء رائع وكل حاجه فعلا. انا انما يخش جون من كورنر والجون بيتفرج عليه في خط السته وكل العين تروح مع وليد او تروح مع عزارو ويجي ايمن اشرف يحرز هدف زي ده، انا ما كنتش متوقع حاجه زي كده الحقيقه. انا متوقع اللي هو الاداء الجماعي اللي احنا بنعمله، انما لحد دلوقتي لحد ما احنا شايفين ان الاهلي غير موفق في انه كان يحسم البطوله باكثر من 3 4 اهداف في المباراه. تمام. كابتن ربيع، كابتن شريف كان خايف من عدم الانسجام، لكن شفنا انسجام بصراحه وشفنا تفاهم وشفنا السوليه بيعمل دبل باص، شفنا وليد سليمان مع باكا بيعمل دبل باص وباكا بيروح للجون وبيرقص وتحس ان اللعيبه بتلعب مع بعض يعني. لا ما هو الانسجام ده موجود، هو كابتن حسام عامل حسابه كويس جدا والتغييرات في يعني المنطقيه 1 أو 2 بالكثير، انما هو الفريق في حاله انتعاش فنيه رائعه بصرف النظر عن بتدور بتدخل طبعا، ودي مسؤول عنها الكابتن حسام. انا شايف ان نادي بي ام بي هو مندفع هجوميا لان بيفتح الجيم اللي بيدي مساحات للنادي الاهلي، الرقابه الدفاعيه على المستوى الثلث الامامي بتاع النادي الاهلي بعيده كل البعد. النادي ام بي بيهاجم النادي الاهلي بعدد اكثر من 6 7 لعيبه بيديهم مساحات، يعني في محاولات من عرفه وبسيوني ومحمد مجدي وبكر دياره، في محاولات وصل ام بي بس مالوش شكل خططي متفقين عليه على المستوى الفردي والجماعي هجومي. الاهلي شخصيته الهجوميه واضحه، واخد بالك في ايه؟ في الثنائيات اللي موجوده اللي مشهور بيها النادي في الثلث الاخير، بنلاقي انسجام فاهم ازارو عارف بيروح فين، بنلاقي وليد سليمان وميدو جابر وبكر الثلاثه عارفين بيتحركوا ازاي عشان يسجلوا الهدف في الثلث الامامي. دي ميزه في النادي الاهلي من اول الدوري لحد دلوقتي، ان الثلث الامامي
الاهلي عارف بيعمل ايه امتى ياخد بالك. فالتحرك والتمرير ده مهم جدا، عشان كده السوليه بتلاقيه ضيع، باكا ضيع في اكتر من هدف، احمد فتحي بيتقدم بشكل كبير جدا، علي معلول الباكين. الاهلي اعتقد هجوميا خططي على المستوى الخطط الفردي والجماعه هو المميز هجوميا، هو صاحب الشخصيه، هو صاحب الشوط الاول. تمام، يعني هنهي برضو الكلام كابتن ربيع. كابتن عادل، الاهلي بدون اجاي وبدون عبد الله السعيد، لكن في انسجام وليد سليمان عامل دور بشكل ممتع جدا، باكا برضو اداء ممتع جدا، يعني ميدو جابر ظهر بمستوى جيد جدا، شايف الكلام ده ليه؟ شوف يا كابتن ميدو، الانسجام دائما بيجي نص الملعب والمدافعين. حلو. اما الحته الهجوميه دايما بيبقى في حريه انتشار. حلو. في جري على المرمى. حلو. فالانسجام بيجي من هنا. يعني ما تدورش على انسجام المهاجمين قد ما بتدور على انسجام نص الملعب والمدافعين. ليه؟ لان هي ده التكتيك الدفاعي، هو اللي لازم يبقى فيه انسجام. انت بتعمل سبورت فين، انت بتروح فين، انت بتقف فين، وانا لما الكره بتبقى ناحيه اليمين بدخل، ده السيستم. لكن انت بتتكلم على النادي الاهلي، اهم ميزه فيه النادي الاهلي ان هو بيشتغل فين؟ في الجزء الامامي بحريه. يعني النادي الاهلي دائما بيشتغل في الجزء بالجزء الامامي بحريه. الهدف اللي احنا جبناه الشوط الاولاني يديك انطباع على ان الحركه جوه ال 18، طبعا مدافع وحشه من لعيبه انبي، ولكن الحركه جوه ال 18 للعيبه النادي الاهلي بقى فيها اصرار وعزيمه، عشان كده احرزوا الهدف. حلو، كلام جميل. كابتن شريف، النادي انبي استحوذ استحواذ شبه كامل بعد الهدف الاول اللي احرزه ايمن اشرف في الدقيقه 3، وبدا يشتغل ناحيه اليمين، بدا يشتغل ناحيه الشمال، بدا يشتغل من العمق، لكن في الكابتن ربيع قال في اندفاع هجومي نادي انبي. لا، في عشوائيه، يعني انا مش شايف زي ما قال ربيع كده ان في اي حاجه علامات. احنا اللعيبه بتاعتنا واقفه مظبوطه جدا، عاملين شكل دفاع النهارده كويس قوي. خط النص عامل سبورت للدفاع كمان معاه، بيقدر يخليهم يفضلوا مستريحين، لان اي كره نازله لو تلاحظ جايه من انبي نازله على خط الدفاع عندي، لعيبتي هي اللي بتستقبلها ولعيبتي هي اللي بترجمها. حتى ميدو جابر عمل مشوار وعمل ثرو باص من اجمل ما شفناه مع من ساعه ما جه النادي الاهلي. رقص واخد واحد سبعه في خط ال 18، اذا في ثقه في الامكانيات، في ثقه في الاداء، راجل واقف على رحيله كويس قوي، عنده امكانيات يقدر يطلعها، عنده النعره بتاعت شخصيه النادي الاهلي النهارده، انا ما بلعبش، لا انا اقدر العب وراجع وزي اللعيب الاساسيين، وحق حسام البدري يعتمد عليا. ده قوام النهارده فرقه النادي الاهلي. عندهم ثقه في نفسهم، مخلينهم دايما هم اللي ليهم التفوق في الملعب. انما هي الحته اللي انا قلت لك عليها، لو حصل التقارب شويه والسرعه اللي هي تخلص الماتش، انا ما بحبش ماتش يبقى 1-0 والفرقه الثانيه اللي انت بتقول لي بيهاجموا من يمين، وهم الفرقتين شغالين من ناحيه الشمال كويس قوي. يعني ناحيه الشمال بتاعت انبي هي الخطوره كلها من ناحيتها، اللي بيتخللها منها باكا وبيخش منها وليد سليمان، ودخل منها ميدو قبل كده وبيخش ازارو منها، نفس القصه ناحيه علي معلول هناك، هي اللي بتحصل كل المناورات اللي حصلت ناحيه اليمين نادي انبي. يعني اخطر ما عملوا نادي انبي التحركين ثلاثه الاربعه اللي عملوهم ناحيه علي معلول في انطلاقاته لما بيطلع لقدام، بيستغلوا حته الفراغ اللي موجوده دي. تمام، يعني كابتن ربيع، ميدو جابر مع عمرو السوليه عمل سند لعمرو السوليه، كان ممكن يجيب منه هدف جميل جدا، والسوليه رقص. نفس الكلام مع باكا، ممكن الاهلي يندم على الفرص دي، تخوفك شويه ولا لا؟ هم لعيبه النادي الاهلي بصراحه يعني عارفين طريقه تركيزهم، ملتزمين، عارفين ان يعني هو السوليه عمل اللي عليه فيها، هو ما تفلسفش خالص. هو سند السند، حد يعملها وسع الدايره ويعملها في البعيده. انما هو دايما السوليه الرابع بتاع وسط الملعب، الرباعي، واخد بالك، المرع زي ما بنقول. فالنهارده هو وصل كتير جدا وروحنا، لكن في جديه في اللعب، مفيش اي تهريج، لكن هو ممكن يكون ضيعنا هدفين. باكا طبعا حتى حاول بالانفراد ورقص كويس جدا، والسوليه دايما بيزيد وعنده انطلاقات وعنده ميزات كويسه جدا في تصويب ومتابعه جيده جدا. فان شاء الله الشوط الثاني يبقى افضل واحسن باذن الله الاداء ان شاء الله. طب تمام، قبل ما اجي لك كابتن عادل اطلع اشوف محمد سعيد من ارض الملعب معايا، اتفضل يا محمد. ليه كابتن ميدو بضيوف الكرام كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، بين شوطي مباراه انبي والاهلي في الدوري العام. يمكن كان الجهاز الفني لمنتخب الوطني بقياده هيكتور توبو اكوبر كان حاضر في المقصوره الرئيسيه لمتابعه مباراه انبي والاهلي، وكان الجهاز الفني المنتخب حاضر مع عبد الكامل محمود فايز وفانتا وايضا اسامه نبيه والكابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى. وتوجهت للجهاز الفني للمنتخب وتحدثت مع كابتن اسامه نبيه عن المعسكر القادم للمنتخب الوطني واعلان قائمه اللاعبين المحليين خلال الفتره
القادمه. كابتن اسامه قال في تصريحات خاصه لينا لقناه النادي الاهلي ان القائمه النهائيه ستعلن باذن الله بعد اخر مباراه يوم الثلاثاء، اذا بعد 48 ساعه ستعلن القائمه المحليه للاعبين المنضمين للمعسكر القادم، وان المنتخب الوطني سيسافر الى سويسرا في معسكر زيورخ بقائمه تضم من 26 الى 27 لاعب. اذا يتبقى بعد ضم 17 لاعب محترف في الدوريات الاوروبيه والدوريات الخليجيه يتبقى بالضبط حوالي من 9 الى 10 لاعبين سيتم انضمامهم من الدوري المحلي. كابتن اسامه سالته عن لاعبي النادي الاهلي، قال يمكن احنا ضمينا حوالي 6 لاعبين من النادي الاهلي، لكن امامنا ممكن لاعب او اثنين سيكونوا مفاجاه في الاختيار القائمه النهائيه من الدوري المحلي، لكن هذا اللاعب او اللاعبان الذين سيتواجدا في القائمه المحليه لن يكون من صفوف فريق النادي الاهلي. ان الست لاعبين اللي ينضموا في المعسكر القادم بالنسبه للمنتخب الوطني انضموا قبل ذلك، ومنهم لاعبين دخلوا او خرجوا في المعسكرات السابقه، فبالتالي اللاعب المفاجاه او اللاعبين اللي سيكونوا مفاجاه في القائمه النهائيه سيكونوا من امام فرق اخرى من صفوف فرق اخرى خلال المرحله القادمه. دي كانت الاجواء، كانت المتابعه هنا من داخل استاد بتروسبور بين شوطي المباراه، ويمكن في هذه اللحظات يمكن فريق النادي الاهلي بالكامل داخل غرفه خلع الملابس، مفيش اي لاعب بيؤدي عمليات الاحماء في هذه اللحظات. يمكن حتى لو بنتابع دلوقتي واحنا شايفين نزل ثلاث لاعبين كريم نيدفيت ومحمد هاني بيؤدوا عمليات الاحماء بين شوطي المباراه استعدادا لاجراء اي تغييرات مع بدايه الشوط الثاني. كابتن فيتو اليك الكلمه. شكرا محمد سعيد، حضرنا بقى لقاءاتك بعد المباراه ان شاء الله هنرجع لك تكون محضرنا لقاءات كده جامده جدا. اتفضل يا كابتن. كنت عايز تتكلم على الاستحواذ لعيبه الاهلي والباصات الكتير. لا، عايز اكلمك على شخصيه الاهلي في الدوري السنه دي وشخصيه الاهلي الجديده اللي هي اشتغل بيها الكابتن حسام البدري. يمكن اتكلمنا عن الباص كتير واتكلمنا على التحركات واتكلمنا على الباص ازاي بينفع النادي الاهلي وبيخلي الفرقه اللي قدامه بتخسر جري كتير قوي. لو شفناها لو جبتها يعني هتلاقي البدايه لما النادي الاهلي ياخد الكوره هتلاقي النادي الاهلي هي من الدقيقة 30 يعني أول ما يستلم النادي يمكن دي هجمة لنادي إنبي هتشوف في الردة بتاعتها يعني قول لي لغاية لما هتلاقي شخصية النادي الأهلي بس لما نمسك الكورة خدنا الكورة هنا بقى الهدوء. بص النادي الأهلي هدي حتى كنت ممكن تعمل هجمة مرتدة لكن أنت هديت علشان تنقل، أدي ثلاث نقلات أربعة الخمسة جاية الستة جاية هي دي شخصيه النادي الاهلي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. دي يمكن عملت حاجه في الدوري الاوروبي كبيره جدا وبتعمل حاله لاي فرقه بيلعب بيها. بمعنى يعني انت برشلونه كانت ميزتها الاربع خمس سنين اللي فاتوا هو الباص والتحرك ده لغايه دلوقتي. تخيل انت ماسك الكره قد ايه، شوف لعيبه انبي بتجري قد ايه ولاعيبتك انت اللي واقفه بيخسروا كيلوهات كتيره قوي من الجري. وانت عندك ثقة وبتطلع ثقتك دي في انك انت كمان لما بتاخد الكرة وبتفنش بيها هجمة يعني دي لو كانت دخلت جون كانت تبقى حلوة. النادي الاهلي عمل باص حوالي 22-23 مرة خلى نادي انبي يخسر مش اقل من كيلو جري في ال 22 الفريق، انا بتكلم عن الفريق كله نادي انبي. الحاجة الثانية المهمة ان الثقة عند لعيبة نادي انبي بتقل، تبص بعديها لمده 10 دقائق نادي انبي ما بيعرفش يعمل هجمه مظبوطه وبالضبط. اكيد كابتن شريف، كابتن حسام بدري ممكن يستعمل تغييرات في الشوط الثاني ولا يفضل بنفس التشكيله؟ انا الحاله البدنيه اللي هي موجوده بالنسبه للاعبين اللي هم راجعين من التاهيل يعني شايف ان حسام عاشور راجع موجود في الملعب بامتيازاته زي ما قال عادل في الباص في خروج الناس من الاطراف، عنده رؤيه طبعا. الفرقه كلها ما شاء الله يعني حاسين بامكانيه الاسلوب اللي بيلعبوا بيه، هو ده الطريق للنجاح الاول في المباريات واللقاءات. انا اهم حاجه عندي النهارده طبعا ان احنا ناخد الثلاث نقاط ونكمل على الهدف ده عشان ما يبقاش عندنا مشكله. تاني حاجه مش عايزين نخرج باي اصابات او اي حاجه للمباراه الافريقيه اللي احنا رايحينها، نروح كاملين بالقوام الاساسي بتاعنا. طب لو ما فيش اصابات ممكن اول تبديله تبقى ايه؟ انا شايف حسام عاشور يعني يخرج. انا ما اعرفش يعني، انا شايف ان حسام عاشور هيحباله بديل يعني النهارده. تمام. كابتن ربيع، كابتن خالد متولي ما عندوش حاجه يبكي عليها، بيلعب قدام النادي الاهلي عنده نتائج جيده، الاربع مباريات السابقه النادي انبي كسبان مباراتين وتعادل مباراتين، ممكن يغامر شويه اكتر كمان ان هو عايز يتعادل مع النادي الاهلي، عايز يكسب النادي الاهلي، ولا هيخاف ويبدا يحذر شويه مع النادي الاهلي؟ لا، واضح انه الجيم فاتح، الجيم بيهاجم عاوز ياخد بنتيجه
ايجابيه مع النادي الاهلي، واضح جدا انه مش اسلوبه دفاعي اللي بيهاجم باكثر من 6 7 لعيبه. تلاعب الاهلي ما تبقوش بالطريق المفتوح ده، لا انت تحاول النادي ممكن يستقبل اكثر من هدف زي ما حضرتك. طبعا الماتش الاول يا كابتن، الدور الاول 4-1. فانا قصدي ان انت بتقابل النادي الاهلي تعمل حساب كويس ويبقى عندك اسلوب منطقي تقدر تتعامل بيه مع النادي الاهلي، واخد بالك؟ دفاع هجومي مش عيب. الاهلي خلي بالك مديله مساحات وعنده تنويع وعنده مفاتيح كبيره جدا وعنده انسجام وتفاهم وعنده فنيات وعنده حلول ابتكاريه ممكن في اي وقت لا بفضل الله تعالى يسجل. فانا من وجهه نظري انه لكن هو هيفتح الجيم لانه واضح. اذا كان الشوط الاول لعب هجومي، الشوط الثاني مش هيدافع، هيهاجم دفاع، هيبقى هجومي دفاعي بيهاجم بعد كبير جدا. وفي نفس الوقت اعتقد ان هيبقى الخطوره جايه من الدفاع الهجومي اللي هو هيسبب له مشاكل جدا، لان النادي الاهلي سريع جدا في التحول من دفاع لهجوم، وخاصه في الثلث الوسطاني للثلث الامامي. تمام، اتكلمت عن استحواذ النادي الاهلي، اتكلمت عن الشخصيه، اتكلمت عن شخصيه البطل كمان، اتكلمت ان النادي الاهلي بيقدم حاجه جديده السنه دي اللي هو الاستحواذ الكتير قوي وقلق الفرق المنافسه منه. طيب خايف من ايه؟ لا انا يعني انا دايما بحب ان انا لما اكون عايز اكسب المباراه لازم الشوط الاولاني لو انا استغل فرصتي ممكن اجيب جون واثنين وثلاثه، ودي الفلسفه لنفس اللعيب المصري تبقى عنده ان هو لما يجيب جون يجيب الثاني والثالث والرابع. تمام. المهم ان نادي انبي النهارده، يمكن السؤال اللي قلته للكابتن ربيع انه مش لاقي حاجه يبكي عليها، انت بتقول كده على الكابتن خالد مصطفى، اقول لك انا فلسفه خالد متولى، اقول لك انا فلسفه المدربين اللي بيلعبوا النادي الاهلي الايام اللي فاتت دي كلها. النادي الاهلي بيمر بازهى واحسن وقت ليه فني، فالمدربين بيعملوا ريسك شويه مع النادي الاهلي، يقول لك كده كده الناس هيقولوا علينا خسرانين، يعني لما اخسر من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ماشي كويس قوي. عايز يبقى له جود. لكن انا لو عملت حاجه مع النادي الاهلي، عشان كده انا ببرر خالد متولي ازاي بيلعب هجومي قوي. ده الكلام ده في الفرق اللي هي في المنطقه الدافيه زي ما بيقولوا. ايوه، ما انبي من الناس اللي ما بيلعبش على حته الهبوط، انبي من الناس اللي هي شغاله في المنطقه اللي هي الدافيه زي ما بيقولوا. لكن هو بيعمل ريسك، هو نزل ليه عمل ريسك في البدايه؟ ليه لعب مهاجم على النادي الاهلي؟ كابتن ربيع قال كلمه مهمه، والكابتن شريف لما بيتكلموا بيقول لك النادي الاهلي عنده باع مرعب قدام، وانت بتلعب لعب مفتوح، بتلعب النادي الاهلي ما بتلعبوش زون ديفنس من الاحتلال، وهو راح على الجون. لكن لو كان النادي الاهلي استغل الفرصه والثانيه والثالثه كانت النتيجه بقت اعلى. ما قلتليش برضه خايف من ايه؟ من اداء النادي الاهلي؟ لا انا مش خايف من حاجه، انا خايف من الحته ان انت ما تغطيش الجون في البدايه. ممكن يا نادي انبي، توقعاتك الشوط الثاني؟ توقعاتي ان اللعيبه تزود الفعاليه شويه في الضغط على فريق انبي، يعني ما تديلوش المساحات، في هدف يعني الحته اللي اتكلمتوا فيها انت وعادل دلوقتي، ان ما بقاش عندهم فرصه كده ان هم يبقوا موجودين جوه الملعب. في اهداف، في ضغط اكتر من كده. في اهداف، اهداف، في 3 اهداف كمان ان شاء الله. في اهداف كابتن ربيع ان شاء الله. كابتن عادل اكيد. اوكي يلا نشوف الشوط الثاني ونرجع لحضراتكم على طول، عندنا كلام كتير جدا هنقوله بعد هذه المباراه. في النجمه الرابعه بقى لنا كام ماتش بس، احنا مش عايزين نتكلم. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته وجهازه وكل اللي بيستظله بظل هذا الشعار الكبير. كابتن عادل اتفضل. لا يعني كنت عايز اكمل انه الدوريات اللي بتيجي في وقت كاس العالم، في سنه كاس العالم، بتبقى مباريات مضغوطه. النادي الاهلي يمكن الخلل كان في المباراه النهارده، انا بعتبر خلل على المباريات الاخرى. النادي الاهلي عمل اداء كويس، اللي هو التغيير في مباراه افريقيا دخلنا عليها وغيرنا التكتيك علشان بنلعب فرقه اقل بطريقه عاوزين نجيب اجوان اكتر، فلعب 4-4-2. الماتش ده رجع لطريقته تاني، ولكن بيبقى في خلل. لكن بكلمك على المنظومه الدوري الانجليزي، اسباني، الالماني، اقوى 3 دوريات في العالم اتحسموا برضو بالارقام الكبيره دي زي النادي الاهلي. انت عندك النهارده الملعب وحش قوي عادي. وحش. لا فرقه انبي عارفه تتحكم في الكوره، ولا الباص بتاع العربيات بتاعتنا اللي هي تقدر تدينا اسبقيه بثلاث اربع اهداف زياده. واخد الادنى في اللي هو يمكن في الملاعب بتبقى ليها لا نشفة. واخد الادنى في المساحه. لانه المساحه ممكن تكون. انا عايز اكملك حاجه عادل بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. هو تبقى في خطط ثابته في الفرق الكبيره اللي هي زي اللي انت ذكرتها، مان يونايتد، مانشستر يونايتد، كل السنه دي الباير، كل دي بتبقى في سياسه اداريه وفنيه
لمجلس الإدارة. هي دي اللي من أيام التتش إحنا شغالين عليها. إحنا ما عندناش حد جه زود على السياسات اللي موجودة. إحنا كل الناس اللي بتيجي ورا بعض، طبعا بنتكلم إحنا كلعيبة ما كنا بنلعب مع بعض، بنيجي بنتبع كل السياسات المتبعة اللي إحنا، كل اللعيبة الكبار اللي من أيام كابتن صالح ومختار التتش والناس دي كلها ما زودوش أمل ولا حاجة. القيم والمبادئ بتاعة المفاهيم اللي إحنا تربينا عليها كلنا ودخلنا السور ده واحنا واحنا من اول ما بنخش السور ده احنا زي ما يكون معطول لنا ثلاث ورقات دستور كده، اللي لينا واللي علينا، لا بنزود ولا بنزود. انت بتعمل الاصعب يا كابتن شريف، بتعمل الاصعب. الاصعب انت تحافظ على حاجه معينه، تحافظ على ليفل معين، تحافظ على اخلاق معينه. ما غصب عنك الاصعب ده خلي بالك. لكن اسهل انا اعلمك، لكن الاصعب انت تحافظ. لا لا ده ما هو اللي مش موجود زي الكباتن قالوا قبل كده، اللي مش موجود في المنظومه وبهذا الشكل وبهذا الكيان وبهذه المبادئ مش هتلاقيه موجود. بالظبط. وانت ياما شفنا لعيبه كبار قوي جولنا في شذوذ في اخلاقهم في اي حاجه بره، ما لا يواكب. ومش هنقول اسماء بالظبط، انما انا ممكن يتعرض عليا وانا بلعب في النادي الاهلي ان انا احترف في مليون حته، والنادي الاهلي ما خلينيش احترف، انما انا النادي الاهلي كياني، النادي الاهلي اللي عملني النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده فندم، ربنا يسلم النادي الاهلي طبعا. لا انا بتكلم على الشهره والحاجات والدنيا اللي دخلتها من خلال الفانيله الحمراء، فدي حاجات كبيره جدا ليها سياسات متبعه جوه النادي الاهلي. ما حدش فيه بيزايد ولا بيعلي على ان كل الناس اللي واقفه دي، التيشيرت نفسه او الفانيلا نفسها ليها قيم ومبادئ. فاحنا بنبارك لنفسنا ان احنا مستمرين في ضرب الارقام وحصد البطولات والوجود اللي احنا موجودين. فحتى حسام البدري ابن النادي الاهلي، يعني انت النهارده ما عندكش مدرب اجنبي هو اللي بيحقق لك سنتين اللي فاتوا دول، دي حاجه مكسب كبير جدا للجهاز الفني اللي موجود ده. ما شاء الله نفس السياسات المتبعه، نفس الكيان اللي موجود، نفس مجالس الاداره اللي موجوده بتتكلم في الكوره النهارده، بتتكلم في الكوره والطايره والهاند بول والسله والباسكت، بتتكلم في الكيان، الكيان موجود الحمد لله. فالف الف مبروك. واي حاجه حصلت في المباراه النهارده فليها عواملها اللي احنا اتفرجنا عليها، هنتكلم عليها وهسيب الكباتن يكمل. هو انا ما سبتش حاجه لحد يتكلم، انا مش هسالك. لا هو كل شيء ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. ده فضل كبير جدا. التوفيق عامل مهم جدا اكيد، ولازم الناس تعرف ان التوفيق ماشي مع المنظومه، لان الناس كلها بتتعب وبتجتهد وبتشتغل بما يرضي الله وباخلاص شديد جدا. كل واحد في مكانه، الاداره اداره والفني فني واللاعب لاعب والجمهور جمهور. دي منظومه النادي الاهلي، منظومه كل في اجماع من كل المصريين الاهلاويه والزملكاويه، اسمع ان منظومه النادي الاهلي ماشيه في الطريق السليم من ساعه الاهلي من 1907 لحد 2018. دي حقيقه مجالس اللي فاتت، وكل واحد بيحاول بيجي بيجتهد وبيشتغل، ودايما ربنا سبحانه بيوفق النادي الاهلي في الناس، الناس الكويسه، الناس المخلصه، الناس اللي هي بتحاول تدافع عن الكيان بحب وقلب وجديه واصرار والتزام. فاحنا بنتشرف ان احنا طبعا موجودين في كيان كبير جدا، خدمنا فيه على اكمل ما يكون، وهي جاله يا كابتن ميدو متوسطه كله بيسلم. مفيش جيل قصر، مفيش لعيب في نادي الاهلي لعب ولبس قصر. فالقادم افضل واحسن، ومبروك لنا كلنا ومبروك لمصر. مبروك كابتن عادل. يعني لو قلت لك تحط لي عنوان لهذه المباراه في الشوط الاول والثاني، يعني عنوانها الخروج من مباراه افريقيا بفكر اخر، انك انت ازاي تحول الواجهه بتاعتك انها تلعب مباراتين، اجهاد اكتر، انك انت ازاي تكسب وتاخد ثلاث نقاط من غير ما تتعب، وده العنوان الابرز ليه. طب ازاي يعني كان ممكن الاهلي يجي في جوان؟ لا تلعب برضه على ريسك، انت كسبان بهدف، خايف يدخل فيك هدف، في فرص ضايعه على النادي الاهلي. أولا التجانس الهجومي النهارده ما كانش موافق علشان ارضيه الملعب، لان انا ما بحبش العب في المساحات الصغيره كنادي اهلي، لانك انت الامكانيات انه كل الفرق عاوزه تعمل الزون ديفنس من في الاماكن في في الملاعب اللي هي بتبقى حجمها المساحه بتاعتها صغيره، تقدر تعمل زون ديفنس كويس. لكن انا اقول لك بقى الاهم النهارده ايه. طب وانت شايف ان انبي عامل ايه زون ديفنس؟ اكيد هم، شوف انبي واضح ان هو كثف وسط الملعب. يعني اقول لك طريقه لعب انبي وطريقه لعب النادي الاهلي كان باختصار النهارده. النادي الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1 في بدايه المباراه، غير الثلاثي الهجومي اللي هو المرعب اللي احنا بنتكلم عليه، تغيير كامل في ثلاث لاعبين اللي هو ميدو جابر وباقا ووليد سليمان على حساب اجاييه وعبد الله السعيد، وده حاجه مهمه جدا. عبد الله السعيد واجاييه، ولكن في الاخر انبي ثاني شوط حب ان هو يطورها، لعب 4-4-2، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يمسك نص الملعب. يمكن كابتن حسام النهارده تغييراته كانت كلها اقدر اقول لك عشان يملى نص الملعب،
تغييراته كانت الاول كان بتبقى تغييرات هجوميه، لكن هو كسبان 1-0، هو عارف فرقته وصلت لايه، عارف فرقته الاجهاد عاوز ايه، هو عايز الثلاثه نقاط علشان الاحصائيه اللي احنا كلنا هنشتغل عليها السنه دي يعني. تمام. يعني برضو كابتن شريف، يعني لو رحنا لنقاط المباراه الايجابيه ونقاط المباراه السلبيه، لو تحب تتكلم عن مباراه نقاط المباراه الايجابيه اتفضل. انا هتكلم في السلبيه. خلينا في السلبيه اللي انتوا قلتوا ان الفرقه بتاعتين بي دي كانت معانا موجوده النهارده في المباراه يعني، وان احنا بنلعب نفسنا طول السيزون اللي فات ده كله، واحنا اللي ضاغطين على الفرقه كلها، واحنا اللي عاملين حاله الارهاق النفسي والكلام ده. انا حاطط عامل كبير قوي في السلبيات على الملعب. الملعب مش مدي حريه للعيبه قوي ان هم يطلعوا كل عندهم. انما في حاله النهارده مزاجيه لبعض اللعيبه مش موجوده. زي مين؟ ازارو مثلا. مش ده ازارو اللي انا متعود عليه في كل مباراه. الملعب مش مساعده. احتمال الثلاثه امكانيات الغيابات اللي موجوده معاه اللي هو متعود عليهم، الثلاثي الرهيب اللي بيبقى فيه اجاي وعبد الله وازارو، اللغه النهارده وليد سليمان مدعم ليهم، في نقصه حاجات كتير قوي، ناقص شكليات. حتى احمد اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي يصل الى النقطه 75 بقدم ايمن اشرف في الدقيقه 3 زي ما قلنا، والاهلي يمضي قدما نحو الدوري العام والبطوله 40 في تاريخه. ارحب مجددا بضيوف الكرام. كابتن شريف اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن عادل. اهلا بيك كابتن ميدو. مبروك. مبروك عليك الدوري يا كابتن. ما احنا من زمان احنا الف مبروك. الماتش 1-0 النهارده مش متعودين احنا، انما الحقيقه هو ده اللي كنا عايزينه من المباراه النهارده. بس كده ثلاث يعني نقاط. عندك غيابات كتير، عندك حاجات كتير جدا. الحمد لله النهارده على الفوز، وبنبارك للجهاز الفني والنادي كله واللعيبه على هذا الموسم الجميل في بطوله الدوري. انا سبتكم تباركوا كابتن ربيع. الف مبروك. مبروك الحمد لله لجمهور الاهلي واداره الاهلي والجهاز الفني واللاعبين والحمد لله جديد يعني، دايما شعبنا هو الفوز الدائم بفضل الله سبحانه وتعالى. الف مبروك كابتن عادل. لا الف مبروك النهارده، رغم ان الاداء ما كانش بصوره جيده اللي احنا متعودين عليها النادي الاهلي، لكن دي ليها اسبابها وهنتكلم فيها بعدين. ولكن مبروك. المهم الثلاث نقاط، انك انت بتقرب ان انت تحسم الدوري وتعمل رقم كويس، وانا اتمنى الى الان بقول 93 بونت 25 فرق بينك وبين الثاني. هتحسن ان شاء الله. ان شاء الله. احنا قلنا الاهلي خد الدوري من فتره طويله كمان، لكن الاهلي بيحطم ارقام. ارقام الاهلي ماشي، حطم ارقام هدافين وبطولات وانتصارات، حاجه ما شاء الله. سؤالي بقى لضيوفي الثلاثة، مين يقدر على الأهلي يا كابتن شريف؟ ربنا. قبل ما مفيش حد يقدر على الأهلي غير ربنا يا كابتن ربيع. أيوة إجابة صح إن شاء الله. دي سياسة. لا ما هو حاليا الأهلي ماشي في طريق الأرقام فعلا، الدوري محسوم من زمان يعني، واخد بالك؟ ودي حقيقة. فهم ماشيين تحطيم أرقام، وإن شاء الله هو ده اللي هيبقى موجود بإذن الله تعالى. كابتن عادل برضه نفس السؤال. يعني انت الافضل، انت الاحسن، انت اللي عندك السمات والصفات. خلينا نتكلمها بمنطقيه. الفرقه اللي تمتلك لعيبه كتير قوي زي النادي الاهلي، الفرقه اللي تمتلك اداره جيده زي النادي الاهلي، الفرقه اللي تمتلك استقرار، يجب ان احنا نعرف ان هي هتروح بعيد. دوريات العالم كله السنه دي، عشان الدوري مضغوط ما بيكسبهاش الا الانديه الكبيره اللي عندها لاعبين كتير. الدوري الاسباني برشلونه فرق كبير، الدوري الانجليزي مان سيتي، الدوري طب استاذنك ياخد لحظه بس كمل دي. الدوري اللي هو الانجليزي الالماني. نروح لمحمد سعيد مع كابتن احمد ايوب مدرب العام للنادي الاهلي، ونرجع نستكمل الحديث. اتفضل يا محمد. مصر غدا باذن الله سيكون الاهلي بطل لهذه المسابقه للمره ال40. كابتن احمد ايوب بقول لك مبروك الفوز على انبي، مكسب مهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المرحله. يعني الحمد لله فوز مهم، مباراه صعبه جدا جدا زي ما احنا شفنا. يمكن احرزنا هدف في البدايه كان ممكن نعززه، ولكن المباراة كانت يعني فيها ندية من فريق انبي، عمل مباراة جيدة. في النهاية احنا الحمد لله خدنا ثلاث نقط بيقربونا يعني بصورة كبيرة جدا جدا من ان شاء الله من درع الدوري، يعني نقطة واحدة نكون ابطال الدوري السنة دي ان شاء الله. خلاص المسابقه في نهايتها، فكان مهم جدا بالنسبه لنا الثلاث نقط. انت عملتوا النهارده المباراة ازاي في ظل غيابات، غياب عبد الله سعيد، غياب جوني راجاي؟
والله طبعا الحمد لله. يمكن وليد النهارده عمل مباراه كبيره، كان بيلعب في مكان يعني في الحته اللي كان بيلعب فيها عبد الله. ميدو بقى له فتره ما بيلعبش، النهارده شارك وكان ما شاء الله عمل مباراه كويسه. باكا برده انا بقول لك يعني المكسب بالنسبه لنا الفتره الاخيره، ان رغم النقص والغيابات الناس اللي بتنزل بتبقى مركزه وبتضيف للفرقه يعني الحمد لله. يعني مكسب النهارده والناحيه المعنويه، جهاز الفني هيشتغل على الجزئيه دي وانت رايح مسافر الجابون وعندك مهمه، ولا فصل البطولات عن بعضها ده الجهاز الفني؟ اي مكسب بالنسبه لك يعني معنويا حاجه كويسه، ولكن انت بتفصل خلاص يعني، انت عندك مرحله ثانيه تفكر فيها المباراه العوده، وان شاء الله نرجع كسبانين ومفرحين جماهيرنا ومتاهلين من هناك ان شاء الله. عبد الله يلحق معاك ماتش العوده في الجابون ولا لا قدر الله ممكن اصابته وتخليك بعيد؟ لحد دلوقتي لا. كلمه بالتاكيد على هذه المسابقه يا كابتن ايوب، وانتوا خلاص بتاخدوا الخطوات النهائيه وبتقترب من الفوز بالبطوله، موسم كامل نتاج شغلك بقى ومجهودك بتتوجه في نهايه البطوله بالفوز بالدوري. طبعا يعني الحمد لله تعبنا واجتهدنا وربنا لحد يعني الحمد لله موفقنا خطوه بسيطه ونحقق بطوله الدوري. الناس كلها تعبت واشتغلت، اللعيبه والجهاز وكل الناس، فالحمد لله ان شاء الله بس نبارك لبعض بعد مباراه طنطا ان شاء الله. شكرا كابتن ايوب. شكرا. كابتن ميدو ده كان لقانا مع الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي، بعد هيكون معنا لقاءات اخرى مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي بالتاكيد بعد هذا الفوز والانتصار على انبي بهدف مقابل لا شيء، والاقتراب خطوه وخطوه باذن الله لتحقيق النجمه الرابعه بالنسبه للنادي الاهلي. اليك الكلمه كابتن ميدو. بيطلع عمل مجهود كبير قوي اول هاف تايم، ثاني هاف تايم بقت العمليه عمليه محافظه على الهدف حتى في التغييرات اللي احنا شفناها دي، الحاجات اللي انا بكلمك عليها. بس ممكن ما كانش في طابع النهارده ان انا في التغييرات ان انا اشوف صلاح محسن ولا مروان محسن، انت فهمتني ازاي؟ ما كانش الموجود ده الفكر عند الجهاز الفني. طب وليد ازارو مش ممكن يكون اثر ايجابيا بتحركاته اللي هي فضى بيها مساحات من ورا ظهره، فضى بيها مساحات لباكا، فضى بيها مساحات لعمرو السوليه، عدم التوفيق في احراز الاهداف يا كابتن عدم التوفيق، ما راحوا كذا مره. ما هو وليد راح بتكلم على وليد ازارو وباكا راح بكورتين منهم واحده عملها وليد تاني تايم عملها له بدماغه اللي هي العبقريه برده اللي عملها ميدو جابر العكسيه الجميله وشافوا بعض لما في حاله من انا ببقى انا لعيب كوره وعارف وانت لعيب كوره، احنا واقفين في الملعب مش مبسوطين من الملعب، الملعب مش مدينا الحريه خدت بالك في ان احنا نعرف نستلم كويس قوي، نعرف نطلع بعض بالباص السليم. النهارده كام كوره جت ناحيه الاطراف لعلي معلول انه يلعبها بالعرض ما تروحش بالدقه اللي هي مبذوله من شفان الارض، من عدم التكيف مع الباص نفسه ان هو يوصل للعيب بتاعي زي ما انا عايز. دخول اللعيب وهو جاي عايز ياخد الكوره زي ما هو عايز مستريح ما بيلاقيهاش، بيلاقيها جايه عاليه شويه قويه جدا، الارض نفسها مش مديه حريه للعيبه حتى لما بيوصلوا وبيعرفوا هم بيعملوا ميزه جميله جدا ان هم بيجروا الكره كتير. وعادل الف اول تايم جروا 22 باص، لو كانت الكره دي دخلت جون كانت هو من اعظم اهداف العالم يعني. فعندهم الفكر، عندهم الكيان، عندهم الطابع، انما في امكانيات موجوده في الملعب مش موجوده. النهارده في منتخب مصر قاعد بيتفرج على الماتش، في دوافع كتيره قوي، بعض اللاعبين عايزين يبقوا ربيع ضد في الصوره للمنتخب. الواد مموت نفسه، وليد سليمان مموت نفسه النهارده في كل حته في الملعب، انما الارض مش مساعداه، الدنيا مش مساعده لعيبه كتير قوي. النهارده بيدي كريم نيدفيد مكسب كبير قوي بقى الايجابيات، طلع الايجابيات النهارده بيدي كريم بيدي ميدو جابر كسبان. يلا بينا النهارده. انا شايفك قاعد بص لا هو النهارده في حاله، هو في الشوط الاول افضل بكتير من الشوط الثاني. الشوط الثاني حاله زهق مع ان محاولات الاهلي كتيره واخد بالك، والاهلي واضح ان هو عنده جوانب خططيه فرديه وجماعيه، قلت ان عنده سيستم بيشتغل بيه خلال ال 90 دقيقه. الجماعيه حتى بانت بشكل كبير جدا في الدقيقه 66 في الكوره عن طريق التمرير التحرك 1-2-3 بالعرض، دقيقه 66 بالظبط. ده دي انياب وشخصيه النادي الاهلي الهجوميه. نادي انبي هجومه الشوط الثاني مش موجود على فترات كبيره جدا، بس ما فيش شخصيه ولا في انياب ولا في شراسه. ده نادي انبي معاه. من ايه يا كابتن ربيع؟ يعني دي امكانيات، هي قدراته كده، قدرات اللعيبه. انت دايما بتتفوق، الفرق الكبيره لما عاوز تتفوق بفرديات عاليه جدا، يعني عندك واحد بياخدها عشان يتوغل بيها ما تضيعش منه ويروح على الجول، واخد بالك، واحد بيجيد التصويب، واحد بيجيد خد بالك انه بالدماغ ضربات الراس. طبعا عندك عناصر بتجيد كل اللي حضرتك بتتكلم عليه، عندك عرفة السيد، عندك بسيوني، عندك ابو بكر دياره. ما مش مع الاهلي. طب نستاذنك نطلع نشوف سيد معوض، نطلع نشوف سيد معوض مع محمد سعيد هيقول ايه ونرجع لحضرتك على طول. اتفضل يا سعيد.
اهلا بيك كابتن ميدو مره ثانيه داخل استاد بيترو سبورت وعقب نهايه المباراه معي كابتن سيد معوض مدرب الفريق. كابتن سيد بقول لك مبروك الفوز على انبي وتقترب البطوله خطوه في خطوه، خلاص تتبقى نقطه واحده، فبقول لكم مبروك على موسم الاهلي لعب فيه بشكل جيد جدا، حقق نتائج جيده، ارقام واداء، الكل سعيد بهذا الموسم تحديدا مع النادي الاهلي. الحمد لله، يعني الحمد لله زي ما انت قلت مشوار كبير جدا بنحمد ربنا عليه. يمكن ممكن تبقى مباراه البطوله النهارده لو النادي المصري تعادل المباراه الجايه، اعتقد ان يبقى خلاص الامور انتهت. فالحمد لله يعني اللعيبه بيأدوا اداء جيد جدا من فتره طويله، مش الفتره دي بس، معظم اللعيبه. انا شخصيا بفرح باللعيبه اللي بتدخل على الفرقه بتكون جديده وبتأدي نفس الاداء. النهارده مكسب من مكاسب ميدو، يمكن اتعرض لضغوط كبيره خلال فترات كتيره وبعد عن الفرقه، انما لما بيدخل وبيأدي كويس بيكون موجود. فالنهارده عمل مباراه كويسه، باقه النهارده شارك بشكل جيد جدا وبدايته كانت كويسه معانا. معظم اللعيبه استمرار احمد فتحي طبعا، شهور السلية اللي انا شايفه من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي طول الموسم. انت لو رجعت لاداء الفرقه كلها وخاصه السلية معظم المباريات هتلاقي اداء ثابت بنسبه كبيره جدا، وده اللي يعني بيخلي اللعيب يبقى لعيب اساسي في النادي الاهلي، بيبقى لعيب مؤثر في النادي الاهلي. فيعني انا مش عايز انسى اسماء، انت عندك غيابات مهمه النهارده والحمد لله الفرقه ماشيه بشكل كويس. عبد الله السعيد واحد من اهم اللعيبه بتاعتنا مش موجود معانا النهارده والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. فيعني الواحد بيحمد ربنا على حاجات، مكاسب كتيره جدا النهارده، مكسب مهم جدا، قربنا البطوله بشكل كبير. يعني عندنا مباراه العوده مركزين فيها ان شاء الله، نسافر بعد بكره والامور تبقى كويسه ان شاء الله. لما لعيب بيبعد عن التشكيله الاساسيه زي ميدو جابر، حضرتك قلت ان كان في ضغوط ومثلا باقة، بتتعاملوا معاهم خلال الفتره الاخيره ان بتحضروا للمباراه وبتجهزوا للمباراه حتى التمرين اللي هو ليله المباراه، في نقاط فنيه ونقاط اخرى معنويه؟ اكيد اكيد، يعني اللعيبه اللي بتبعد عن الفرقه وتبدا تدخل مره تانية اكيد بيبقى ليها تحضير جوه الملعب وامور كلها. يمكن كابتن حسام اتكلم معاهم سواء حاجه عمليه في الملعب من خلال التمرين وسواء بالكلام حاجه نظريه، فالامور الحمد لله كلها ماشيه بشكل كويس. معظم الناس اللي موجوده في الفرقه بتشتغل على نفسها بشكل كويس، كل واحد بقى عارف ان في منافسه موجوده في الفرقه. عشان تكون لعيب في النادي الاهلي او تكون لعيب اساسي في النادي الاهلي لازم هتموت نفسك، لازم الفرصه اللي هتاخدها تمسك فيها بمعنى اصح وتأدي افضل اداء بالنسبه لك، وده اللي بيحصل من معظم اللعيبه يعني الحمد لله. في لقطه وشفنا الجهاز الفني اعترض، كانت هتبقى اصابه كبيره لعلي معلول، هو خد انذار للاعتراض ولا خد انذار لايه بالظبط في نهايه المباراه؟ اعتقد للاعتراض يعني ما بس هي لقطه، ما احنا اعترضنا لان بعض اللعيبه من الام ما كانش عايزين يطلعوا الكوره بره، بس امور عاديه بتحصل في الكوره يعني ما فيهاش اي حاجه. في الاول والاخر الحمد لله على المكسب، نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون عندنا الفرصه ان معظم اللعيبه اللي بعيده بقى لها فتره عن الفرقه ان شاء الله هتدخل وهيبقى ليها فرص كتيره جدا ان شاء الله، ويبقى استمرار الاداء الجيد وبرضه حققت المشاركه لمعظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب قول لي بقى، انت سافرت الجابون وشفت الاجواء هناك، قول لكل جمهور الاهلي اللي متابعنا دلوقتي ايه اللي منتظر الاهلي هناك؟ الرطوبه، الاجواء، الملعب، البلد، يعني الدنيا هناك عامله ازاي؟ طمنا يعني. لا البلد كويسه وان شاء الله يعني الامور مش وحشه، المشكله بس طول مده الطيران بتاخد وقت كبير جدا عشان الترانزيت في اثيوبيا. فالامور يعني بتسافر مثلا هنسافر يوم الثلاث بالليل توصل على الظهر او العصر، والعوده نفس الكلام هتاخد وقت كبير، هي دي المشكله بس. انما طبعا الرطوبه والجو اجواء افريقيا يعني متعودين عليها، والحمد لله المكسب بالنتيجه 4-0 يعني الحمد لله ادانا نسبه مطمئنه بعض الشيء. انما عندنا مباراه مركزين فيها وهنركز فيها بشكل كويس جدا، لان بطوله افريقيا هدف من اهدافنا المهمه جدا اللي السنه اللي فاتت ضاعت مننا في اخر لحظه. فان شاء الله السنه دي يعني بطوله الدوري خلاص يعني بنسبه 99% خلاص ان شاء الله. ف بطوله افريقيا مهمه جدا، البطوله اللي بنشارك فيها يعني بيبقى هدفك الرئيسي ان انت تحصل عليها. بطوله افريقيا والعوده لكاس العالم للانديه من اهم الاهداف اللي موجوده للنادي ككل وللجهاز الفني واللعيبه الحاليين.
عبد الله سعيد، باسم علي، شريف اكرامي، هيلحقوا معاكم ماتش العوده في الجابون يسافروا مع الفريق ولا اصاباتهم لا قدر الله بعيده شويه؟ عندنا اجازه بكره، بعد بكره هيبان، بس اعتقد باسم لسه ما دخلش مع الفرقه خالص. عبد الله لا، ممكن يغيب 10 ايام مثلا، عبد الله ممكن ما يلحق سفر. شريف اكرامي لسه برضو الاصابه كانت امبارح، وممكن شريف بس اللي ممكن نشوفه بعد بكره لو الامور كويسه هيكون موجود مع الباسه، مش كويسه هيكون قاعد معايا، لان انا قاعد مع اللعيبه، عندنا عدد من اللعيبه موجودين الغير مقيدين هيكونوا موجودين في القاهره، فانا قاعد امرنهم الفتره دي. مسافر؟ لا، قاعد امرن اللعيبه اللي موجوده في القاهره ان شاء الله. يروح يجابوني يروحها مره واحده. الحمد لله. لا، انت بقى عندك لعيبه موجوده في القاهره، فلازم تبقى جاهزه برضو بالشكل كويس ان شاء الله. يا كابتن سيد، وان شاء الله نبارك لكم مع البطوله الافريقيه باذن الله هذا العام. ربنا يخليك يا محمد، الف شكر. اذا ده كان لقاء هام جدا مع الكابتن سيد معوض، ده مدرب فريق النادي الاهلي، قال تفاصيل كثيره وشرح امور كثيره جدا تهم جماهير النادي الاهلي، سواء في المسابقه المحليه واستعداد اللاعبين وايضا المسابقه الافريقيه والسفر خلال الساعات القادمه لمباراه الجابون، وبقاء كابتن سيد معوض مع اللاعبين المستبعدين من القائمه الافريقيه مع لاعبين اخرين استعدادا للمرحله القادمه. اليك الكلمه كابتن ميدو. شكرا الكابتن سيد معوض مدرب النادي الاهلي. كابتن ربيع، كنا بنتكلم قبل هذا اللقاء عن ايجابيات وسلبيات هذا بس الكتن. فمفيش نديه، فالطبيعي جدا في زهق، يعني معلش، في مكسب في مكسب في مكسب، مفيش نديه مع الفرق. قوه النادي الاهلي في فوارق كبيره جدا ما بين القدرات اللي يملكها لعيب النادي الاهلي وجهاز فني النادي الاهلي، دي حقيقه قدرات كبيره جدا، عشان كده لازم، ده طبيعي جدا، احنا بندور على ارقام، انما المكسب بفضل الله تعالى، ده المكسب رقم كام ده السنه دي، والبطولة اتحسمت فترة كبيرة جدا. فخلينا نتكلم في فنيات بشكل واقعي. النهاردة الشوط الثاني، طيب انت هات فريق بينافس النادي الاهلي ويستغل حالة الزاهية دي، خد بالك، ويروح عشان يسجل او عشان يكسب النادي الاهلي. مفيش، لان الفوارق كبيرة جدا. الاهلي معلش، اي فريق مع النادي الاهلي يعمل ستوب، مع احترامي الشديد، يعني هي فارق. فالنهاردة امبي راح وحاول ولعب وعمل ماتش كويس، كتر خيره هو اللعيبه، لكن فوارق كبيره جدا يا كابتن ميدو، صعب جدا النادي الاهلي، مش بسهوله تكسب الاهلي، مش بسهوله توصل، واخد بالك، فالفوارق كبيره جدا يعني. تمام، نطلع نشوف كابتن حسام البدري قال ايه في المؤتمر الصحفي، ونرجع للكابتن عادل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهارده، ويمكن بقول الحمد لله، وكالعاده بنقول ثلاث نقاط مهمين، بنقول الثلاث نقاط مهمين، لكن بأكد طبعا ان كنت متوقع ان مباراة النهاردة يبقى فيها تركيز كبير جدا من فرقة انبي، وده طبيعي طبعا، المنافسة في الدوري وكل الفرق محتاجة نقاط، وفي نفس الوقت حتى احنا محتاجين نقاط طبعا لهدفنا وهدف الحسم، لكن يمكن برضو بيتضاف لمباراة النهاردة ان انبي كان عاوز يعمل برضو بطولة خاصة، اعتقد لازم، يعني كان لازم من منطقي ان هو عاوز يعمل بطوله خاصه النهارده بالفوز او بتحقيق النتيجه، وده حقه طبعا. فعلشان كده كنت متوقع ان المباراه يبقى فيها نديه ومحاولات من انبي، ويمكن طبعا عدم تعزيز الهدف بتاعنا والفرص اللي ضاعت هو ده اللي خلى برضو المباراه تستمر الى الاخر ويبقى فيه نديه. طبعا بحيي فرقه انبي على ادائها، لكن بقول برضو يعني يمكن كان في محاولات بالذات عن طريق الكور الطويله وان هي تتلعب على الاطراف، ويمكن كان في البدايه انتشرنا في نص الملعب، كان في بعض برضو التعديل المطلوب وده اللي اتقال للعيبه، لكن اعتقد ان ما فيش فرص واضحه خالص لفرقه انبي طول وقت المباراه، كان في تركيز كبير من اللعيبه، التمركز اللي كان بيتم سواء من المدافعين او من نص الملعب، وفي نفس الوقت كان في اوقات في تحولنا بشكل سريع طبعا عن طريق الاستحواذ او عن طريق الهجمات المرتده، اعتقد ان كان في فرص ممكن تحسم المباراه، لكن في النهايه طبعا ثلاث نقاط مهمين، بقول الحمد لله ان شاء الله بيقربونا لهدفنا بشكل كبير جدا، وتحت امركم جاهز. الحاجات دي في عيني انا مش شايف. لا مش انفعال، هو يعني هي بتبقى عمليه ان انت بيبقى في بعض الاحيان تون للاعب نفسه يعني بيخلي اللعيب مركز او متحمس شويه، هي عمليه تون، مش لكن مش متعصب عليه،
لكن انت بتقول بكماني ضيع فرص، يبقى بكماني لعب بشكل ايجابي، برغم طبعا ان هو بيلعب على فترات نتيجه طبعا احنا عارفين ما ينفعش في الملعب الا ثلاث لاعبين، وسفر اجايين النهارده طبعا اداله فرصه برضه انه يبقى موجود. في نفس الوقت لابد اتكلم عن ميدو، فيمكن نتكلم على عنصرين كان بقالهم فتره مش موجودين، لكن اللي بيسعدني برضه ان هم موجودين وادائهم من الاثنين اداء ايجابي. انا يعني برضه راضي بشكل كبير جدا عن اداء ميدو النهارده، والاهم طبعا ان انا راضي على اداء الفرقه والفوز بالثلاث نقاط، فده هو ده الاهم الحمد لله. تمام قول الله يبارك فيك. لا مش حلول هجوميه، خلي بالك خلي بالك، انت في فرص كتير رحت بيها، خلي بالك في حاجه النهارده مساحه الملعب يعني برضه حطها في الاعتبار دي، مساحه الملعب النهارده خدمت برضه فرقه انبي شويه، لان مساحه الملعب صغيره فبتساعد الفرق في المساحات شويه بالنسبه لنا، لكن مش عمليه ان صنع الفرص او كده، يمكن في اداء مختلف شويه يعني لما بيبقى في عناصر لما بتغيب بيبقى الاداء فيه فعاليه، زي ما فيه فعاليه النهارده في ايجابيه، رحنا فرص كتير النهارده، لكن ممكن يبقى الاداء مختلف شويه، ويمكن المباراه كان فيها اوقات كتير او الريتم عالي قوي، كنت ساعات بنحاول وكان مطلوب ان انا استمر في الريتم العالي ده، لكن في اوقات طبعا كنت بطلب ان احنا نقلل الريتم بتاعنا شويه، لكن الريتم المباراه النهارده بالذات اطول اوقات المباراه كان الريتم بتاع المباراه عالي يعني. تمام شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان المؤتمر الصحفي اللي انعقد منذ قليل مع الكابتن حسام بدري، واتكلم فيه عن هذه المباراه، وقال ان انبي ما كانش ليها فرص محققه، وقال كمان فيها اتكلم على الانتشار الهجومي، وقال بين الشوطين كمان عندي التعليمات ان احنا نحاول نعمل تنوع في هجمات فريق النادي الاهلي. كابتن عادل اتفضل. هتكلم على كلام الكابتن حسام، يمكن اتكلم زينا زي ما الكابتن شريف اتكلم والكابتن ربيع اتكلموا على مساحه الملعب، وانا يمكن اتكلمت معاهم في الحته الدفاعيه، لما مساحة الملعب بتقل الزون ينجح ممكن ينجح، دي رقم واحد. رقم اتنين اتكلم على افريت انبي ان ما راحش فرص، هو يمكن عنده فرصه مهمه جدا اللي جت بالدماغ جنب العارضه، ودي كانت من الفرص من الفرص المهمه جدا، دي كانت فرصه مهمه جدا كان انبي يقدر يتعادل بيها ويطلع النتيجه 1-1. لكن اللي انا عايز اقوله لك انه النادي الاهلي بقى ليه اهداف وليه حافز اخر المفترض، يعني احنا كل ما بتكسب وبتوصل لهدف المفترض ان انت بتخلق حافز تاني. اكيد انت دلوقتي كابتن ربيع اتكلم من شويه قال لك مفيش نديه، الناس بتلعبوا نعمل حافز بقى اخر. ايه الحافز اللي انا افتكر اللي احنا الرقم اللي احنا لازم نلعب عليه؟ اقوله لك ببساطه، سنه 2014 نادي الزمالك كسب الدوري 87 بونت، كانوا 20 فريق. الفرق ما بينه وما بين النادي الاهلي لما فنش الدوري كان 7 بونت. النادي الاهلي عنده فرصه السنه دي انه يفنش الدوري 93 بونت اكتر بقد ايه؟ ده رقم واحد يضرب الرقم اللي فات، رغم ان 18 فريق في الدوري وده رقم اخر. هياخد الدوري قبليها بست اسابيع وده رقم تاني. هياخد الفرق ما بينه وما بين الزمالك اللي كان الفرق 7 هيبقى الفرق ما بين 21 بونت ل 24 بونت، ودي حاجة كبيرة، ودي حاجة ممكن تحسب ومش تحصل تاني، إنك أنت تفرق نادي الزمالك ب 21 بونت، لأن أنا أعتقد إن الزمالك ممكن ياخد تاني، فأعتقد إن ده الهدف الجديد اللي إحنا نشتغل عليه. طيب نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي مع محمد سعيد، ونرجع لحضرتك على طول، اتفضل يا سعيد. تحياتي ليك كابتن ميدو، ومعايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب الفوز، خلاص خطوة قليلة أو ساعات قليلة إن شاء الله يعلن الأهلي بطل للدوري بإذن الله، تعليقك على المكسب وتعليقك على المسابقة بشكل عام، لأنه نتاج مجهود كبير موسم كامل بيتوج في النهاية قبل نهايته بأربع خمس أسابيع إن شاء الله. الحمد لله طبعا على المكسب، وكان فوز بالنسبة لنا مهم جدا، وخصوصا طبعا يعني فريق انبي ماشي بشكل كويس ومأدية الفترة الأخيرة مستوى ممتاز جدا، وكانت معانا حتى في النهاردة ندي قوي جدا يعني، لكن الحمد لله رب العالمين، يعني دايما الواحد بيراهن
على طريقه تفكير اللعيبه وقدره وقدره فصلهم ما بين بطوله والثانيه ورغبتهم دايما على المكسب. كان فوز مهم، كان فوز مهم زي ما قلت لك. وهنخوض بقى مباراه مونانا ان شاء الله الرحمن بكل جديه، وهنعتبرها كانها المباراه الاولى. مباراه النهارده كانت تشهد فرص عديده، كانت ممكن تبقى فيها اهداف كثيره شبيهه بلقاء الدور الاول انتهى 4-1. يعني الحمد لله اهم حاجه في اهداف بتبقى انت داخل من المراحل او من المباراه، الهدف الاساسي بالنسبه لنا اتحقق. صحيح كان ممكن يبقى زياده من الاهداف، لكن في النهايه الحمد لله ربنا. المسابقه المحليه السنه دي شفتها ازاي؟ خاصه الاهلي بيقترب من تحقيق ارقام قياسيه عديده، سواء في عدد النقاط سواء في عدد الاهداف اللي احرزها الاهلي خلال هذه المسابقه. بص يعني طبعا هي بطوله خدناها من الاول بشكل يعني في منتهى الجديه، عندنا هدف عايزين نحققه، وعندنا بعد الهدف ما بيتحقق او بيقرب ان هو يتحقق بيبقى عندك مجموعه من الاهداف عايز توجد لها دوافع عشان اللعيبه تبقى موجوده بالشكل ده على طول. لكن اهم حاجه بالنسبه لنا يعني هي المنافسه اللي موجوده داخليا ما بين اللعيبه وبعضها، ما بين كل مركز موجود فيه اكثر من واحد او اكثر من لاعب، كلهم عارفين كويس جدا ان ما فيش حد اشترى المكان دوت. المكان ده للي بينفذ تعليمات الجهاز الفني، للي بيجتهد، للي بياخد الامور كلها كانها مباراه بدوافع الفوز والبطوله. المنافسه طبعا في فرق كتيره جدا محترمه وادت موسم كويس جدا، لكن خلينا نقول انا لحد دلوقتي يعني صحيح قربنا بشكل كبير جدا، محتاجين نقطه من 6 مباريات اللي جايه، محتاجين النقطه من 6 مباريات اللي متبقيه لنا، وممكن الظروف تخدمنا وحد ممكن يعني خلينا، لكن بنتكلم على الواقع اللي الشيء اللي يخصنا احنا يعني اللي في ايدينا احنا، نقطة من 6 مباريات إن شاء الله الرحمن نكون يعني عند حسن الظن، ونبدأ نحط دايما الأرقام بتاعتنا اللي أنت بتتكلم عليها. يعني بطولة الدوري لمجموعة لاعبين قد تكون أول موسم ليها مع الأهلي وأول بطولة في تاريخها، ده بيعني إيه بالنسبة للجهاز الفني مع اللاعبين في المراحل القادمة؟ بص هو الأهلي أي حد بيخشه أو أي حد بينضم ليه بيبقى بالتأكيد محظوظ، يعني لأن أنت بتفتح لك الدنيا بشكل كويس قوي، سواء كان على المستوى المادي أو المستوى المعنوي أو الأدبي كمان. حلو جدا ان انت تحقق اهدافك الماديه، ده كويس جدا، بس برضه في حاجات تاريخيه بتتحسب زي عدد البطولات. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني اعتقد ان اسم النادي بيبقى كبير جدا يساعد اي حد ان هو يحصل على بطوله. يعني الرحله الافريقيه وعندك مشوار وعندك ساعات سفر، تسافر امتى ومحضر ازاي لمباراه الجابون والتنسيق مع السفير المصري هناك؟ محضرين كل حاجه الحمد لله رب العالمين، الاقامه والملاعب، وان شاء الله الرحمن نسافر يوم الثلاث باذن الله، وباذن الله تعالى يبقى برضه زي ما انا قلت يعني كرة القدم ما تأمنش مقرها أبدا. مباراة مونانا هنعتبرها كأنها المباراة الأولى، و أجاي كمان هيجي لنا على هناك، وإن شاء الله الرحمن بإذن الله نكون موفقين ونرجع بنتيجة كويسة بإذن الله. مسافر بكرة أعتقد في الفجر بإذن الله، وتنسيق مع السفير يا كابتن سيد هناك الترتيبات ماشية إزاي؟ إحنا منسقين مع السفير كل حاجة تمام، و هنشوف السفر هيبقى إمتى بالظبط، يعني يوم الثلاثة هيبقى تقريبا حوالي الساعة 2 بالليل. يعني خلينا نقول حاجة خلينا نقول بس يعني تحضيراتنا للمباراه هي تحضيرات في منتهى الجديه، وافريقيا والشغل في افريقيا واللي سافر افريقيا واللي عنده خبره في افريقيا يعرف كده تماما. يعني فرقه مونانا عندها قدرات كويسه، وانتم شفتوها في المباراه اللي لعبناها الاولى، وخصوصا الخط الامامي، وخصوصا عندهم مجموعه من اللعيبه 27 لعيب كويس. فخلينا نشوف يعني ان شاء الله الرحمن كده نخش المباراه ونرجع بنتيجه كويسه باذن الله. معلومه عايزين نتاكد منها، نقلوا ملعب المباراه لملعب اخر؟ لا مش من حقهم، يعني ده سيستم بيتحط فيه الاستاد، ولازم قبل المباراه ب 10 ايام احنا تم اختارنا بملعب اللقاء اللي هو ملعب الصداقه، يعني ما فيش اي حاجه على السيستم اتغيرت لحد دلوقتي. وكمان احنا حجزنا اوتيلاتنا وحجزنا شغلنا ومكان اقامتنا على قرب الملعب. يعني كابتن سيد بالتوفيق. شكرا. إذا لقاء لقانا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد الفوز اليوم على فريق إنبي والاستعداد للمرحلة القادمة والسفر إلى الجابون لمواجهة فريق مونانا الجابوني. إليك. شكرا محمد سعيد، شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. لسه كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم واقعيا، الأهلي لسه ما حسمش الدوري، فاضل نقطة يا إما النادي الأهلي ياخدها يا إما أحد المنافسين الأقرب للنادي الأهلي يفقد نقطتين بالتعادل أو بالهزيمة أيا كان. لكن طبعا فعليا إن الأهلي خد الدوري للمرة الـ40 في تاريخه. يعني برضه ببارك للنادي الاهلي تاني، وببارك لفرقته، وببارك لمجلس ادارته ولكل جماهيره. الاهلي هيغلق ملف الدوري تماما، ويبقى كابتن شريف متبقي ملف افريقيا، البطوله الاهم لجماهير النادي الاهلي والبطوله اللي عشاق الاهلي بينتظروها. ودايما بقول ان هي البطوله الترمومتر الحقيقي لاداء النادي الاهلي امام
جماهيره والبطولة اللي بتوديها لكأس العالم للأندية وي 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 وي. هو كل فوز طبعا ورا فوز بيدي ثقة للأجهزة الفنية وللعيبة وللسياسة المتبعة بتاعة النادي. مما لا شك فيه ان احنا بطولة افريقيا ان احنا نوصل دوري المجموعات في دور ال 16 دي متاحة كبيرة قوي بالنتيجة اللي احنا عملناها اللي احنا كنا المفروض زي ما كنت انا وانت قاعدين بنتكلم ممكن نكسب 5 و6 و7 بالظبط. ده ما مش معنى ان الفرقة وحشة اللي احنا كنا بنلعب بالظبط. الفرقة كانت منطلقة وكان عندها كورة الكلام ده كابتن سيد وعلى ملعبها اعتقد عندهم ملعب صغير وبياخد 7000 متفرج فهتبقى حكاية صعبة برضو مش سهلة. محتاجة منك موجود كبير جدا ان انت تبقى متواجد وتقول كلمتك هناك وشخصيتك جوه الملعب. في وجود لعيبة دايما جاي اجايه مثلا هيكمل الصورة هناك. لعيبة اتحضرت النهاردة في الملعب. لعيب مش جاي زي عبد الله السعيد او اي حد لاي ظروف بقى احنا ما نعرفش. الشارع المصري كله بيسأل على ظروف عبد الله السعيد هل هو مصاب فعلا ولا هو مريض ولا هو ايه بالظبط. دي مش مشكلتنا. اتفضل. استاذنك معانا كابتن حسام بدري معاه كريم احمد. اتفضل يا كريم. كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، الكابتن حسام البدري مدير الفني فريق النادي الاهلي، مبارك لك كابتن حسام النهارده. وزي ما حضرتك قلت في المؤتمر الاداء والنتيجه يمكن راضي عليهم بشكل كبير جدا. ظروف المباراه النهارده وتهيئه اللاعبين بشكل كبير. وعايزين نتكلم على المساحه اللي حضرتك اتكلمت فيها كانت عامله يمكن صعبه الامور شويه بالنسبه للجيم ان هو يبقى في جيم كويس يبقى في مباراه وفي كره قدم بشكل عام. في البدايه طبعا تحياتي. ما قلتش انت مين اللي الاستوديو عادل اللي ماسكه؟ لا كابتن عبد الحميد حسن. طيب انا بقول لك طب تحياتي لكابتن عبد الحميد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع، كابتن ربيع بالادميه كده نمشي بالادميه، كابتن ربيع، كابتن عادل عبد الرحمن تحياتي ليكم. طبعا بقول الحمد لله على الفوز، طبعا فوز مهم طبعا، ويمكن كالعاده بنقول ان 3 نقاط مهمين، لكن يمكن مباراه النهارده احنا عارفين ان كل الفرق بتبحث عن نقاط طبعا، وكل الفرق بتحاول طبعا تفوز ب3 نقاط، لكن يمكن مباراه النهارده انا كنت متاكد ان في دافع اخر عند فرقه انبي برضو بجانب النقاط، هي بتفكر النقاط او تطلع بنقطه النهارده او ب3 نقاط حتى، لكن كان انا متاكد ان كان التفكير في بطوله خاصه النهارده نتيجه احتياجنا للمباراه، لان المباراه بتقربنا بشكل كبير ان شاء الله باذن الله لحسم بطوله الدوري العام ان شاء الله. أكيد كان طبعا برضو في دوافع أخرى، وكان في تحضير للعيبة من ناحية دي بجانب طبعا النواحي الفنية. يمكن المباراة النهاردة طبعا ليها ظروفها الخاصة في أشياء كتيرة، ويمكن الفترة اللي فاتت احنا عندنا يعني كذا محور بنشتغل فيه، الأهم طبعا الفوز و3 نقاط وبطولة الدوري، لكن عندنا مواضيع كتيره جدا يمكن مش مشتته اللعيبه، لكن من المنطق ان هي زي ما بقول لك مثلا اجاييه مسافر عشان التاشيرات عشان يلحق المنتخب النيجيري، اصابه عبد الله السعيد، ففي متغيرات يمكن بجانب اللي انا بقوله خلت الشكل مختلف شويه، واحنا ادائنا بيبقى مختلف في بعض المباريات، لكن الريتم بتاع المباراه النهارده كان عالي معظم اوقات المباراه، وكان في اوقات بحاول طبعا نهدي الريتم شويه، لكن ظروف المباراة وفي نفس الوقت عدم تعزيز الهدف اللي احنا جبناه، وشفنا ان يمكن جبنا هدف مبكر لكن عدم تعزيز الهدف ادى طبعا ان يبقى في استمرار للندية اللي موجودة من فريق انبي. يمكن ما فيش فرص واضحة خالص او فرص يعني لفريق انبي واضحة، لكن احنا جالنا فرص كانت ممكن نقتل بيها المباراة، لكن هي دي كرة القدم. ففي النهاية بقول الحمد لله على 3 نقاط، بشكر اللاعبين، 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا، وان شاء الله بقى هنروح برضه مشوارنا الافريقي تاني ان شاء الله ومباراة العودة باذن الله. السؤال المهم اكيد يا كابتن حسام، مباراة العودة بالنسبة لنا، انا عارف ان احنا هنسافر يوم 14 ان شاء الله باذن الله لكم التوفيق. لا يا كابتن حسام طب التوفيق مالكم التوفيق طبعا كابتن حسام بالنسبة لكم، لكن شايف المباراة ازاي بالنسبة لكم وشايف المعتقد الافريقي ومباراة العودة؟ على ما اعتقد 4 دي نتيجة مطمئنة مش نتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا. لا انا اتمنى، انا بقول ومش بقول كلام، كرة القدم ما فيهاش يعني او ينفع ان انت تطمئن، وكرة القدم ما فيهاش ثوابت، هي نتيجة مرضية لابد ان احنا نستخدم النتيجة المرضية دي بشكل ايجابي، وان شاء الله يمكن عندنا اجازة بكرة ونبتدي نحضر نفسنا ان شاء الله ونستخدم النتيجة دي بشكل ايجابي ان شاء الله، على اساس طبعا زي ما انا بقول الادوار التمهيدية دي اصعب بكتير جدا 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 من المجموعات، لان التمهيدي ما فيش فرصة انك تعوض، فان شاء الله نبقى مركزين ان شاء الله ونتأهل بقى عشان نبقى موجودين في المجموعات ان شاء الله. شكرا بشكرا.
كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق للنادي الاهلي. فوز مهم النهارده زي ما بنقول نقطه وحيده تفصل النادي الاهلي على الحصول على بطوله لقب الدوري العام للموسم الثاني على التوالي. مباراه كانت جيده واستفاد فيها الكابتن حسام الحقيقه طبعا سواء في المؤتمر الصحفي او في خلال لقائه معانا. الملعب كان فيه بعض الظروف شويه, بعض الغيابات, بعض طبعا التكتيك اللي بيقوم بيه طبعا فريق انبي, لكن النهارده ثلاث نقاط مهمين للكابتن حسام البدري من بريكلو, وان شاء الله بريكلو في مباراه العوده منانا الجابوني ان شاء الله تكون نقاط هذه المباراه وايضا نتيجه واداء للنادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن عبد الحميد وكل نجوم استوديو التحليل. شكرا ليك يا كريم, شكرا للكابتن حسام البدري مدير الفني النادي الاهلي. كابتن حسام البدري تحس ان هو كان فيه هم على قلبه وتشال, يعني هم شويه كده وتشال بدا يهزر وبدا يضحك, والحمد لله يعني عشان تعرفوا قد ايه المسؤوليه, مسؤوليه القياده في النادي الاهلي تحديدا مسؤوليه ثقيله جدا, لكن احنا بنبارك له وكل الاستوديو كل القناه بتبارك للكابتن حسام حصوله على الدوري العام, وان شاء الله كلنا في ظهرك علشان بطوله افريقيا اللي هي الحلم دايما للجماهير. كابتن شريف ان شاء الله بكل اللاعبين اللي ادوا السنه دي الحمد لله بكل قوه وحافظوا على البطوله للسنه الثانيه التوالي. بتمناهم ان انا اشوفهم على طول مع بعض لغايه كاس العالم باذن الله وبطوله افريقيا للنادي الاهلي. مطلوب من اللاعبين ومن حسام البدري زي ما اتكلم دلوقتي انه يعمل خطه هجوميه بديله لمباراه منانا الجابوني هنا, ان هم ما يديلهمش فرصه هناك ان يطمعوا فيك. تلاقي تخلص بدري المباراه هناك وتقعد ضاغط عليهم ومعرفهم ان انت فعلا الفرقه اللي كانوا جايين وفرحانين بيلعبوك وبيتصوروا معاك. فهو ده اللي احنا طالبينه بس في المباراه الجايه مع اجتماع جميع العناصر الحقيقه الموجوده, ومش عايزين اي بلبله على النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الكيان الاول والاوحد في مصر ان شاء الله لتحقيق البهجه داخل الشارع المصري. اكيد كابتن ربيع, كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم على لقاء عوده مع منانا الجابوني, هو بدري صحيح الحديث لكن برضه نتطرق للحديث ليه. قال ان الفريق عنده عناصر هجوميه, واعتقد ان هو اشاد باللاعب اللي كان بيلعب على احمد فتحي, اعتقد كان 26 او 27, كان لعيب مهم جدا اتكلمنا عليه كابتن شريف, واكيد حضرتك اتكلمت علينا في الاستوديو. لعيب كان مهم جدا, لعيب سريع وعنده قوه وسرعه ومهاره, فاللهجه لهجه يعني تحس ان هي لهجه ثقه, بس في برضه لا اربعه برضه يقول لك مش كفايه. كابتن حسام قال لك برضه اربعه لا احنا ولو مش كفايه, ولو سته هيقولوا مش كفايه مش كفايه. ده اللغه الرسميه طبعا ده معنى مسؤوليه كبيره جدا. ده التركيز والالتزام والجديه, وده اللي معروف طبعا عن اجهزه بتشتغل في النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي. الماتش بيخلص مع المباراه الثانيه وصفاره الحكم, دي حقيقه. لو اتكلمنا على المستوى الفني بتاع الفرقه طبعا ما قلناش ده, هو عندهم جزء واحد, يعني عندهم الجانب الهجومي, عندهم فرديات وعشوائيه في الهجوم, انما دفاعيا ما فيش حاجه خالص. انما فريق كله للتقدير والاحترام, الكوره مالهاش كبير, خد بالك النادي بس الخبرات, النادي الاهلي هي الافضل, هو الاحسن, هو الاقوى, هو الخبرات هو الماتش. لكن حسام بجديه, اللعيبه بجديه, سيد بجديه, ده النادي الاهلي دايما, وبامر الله تعالى ان شاء الله يعملوا ماتش كويس ونتيجه كويسه باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل, الكابتن حسام بدري تدخل في المباراه فعليا بتغييره كريم نيدفيد مكان باكا, كان هدفها ايه؟ دفاعيه, يعني هو الكابتن حسام حتى اتكلم دفاعيه ولا تعديل الثلاثي الهجومي اللي قبل الفريق؟ دفاعيه, قول لي ليه؟ لانه انت بتتكلم على ثلاثه, انت بتلعب 4-2-3-1, يعني كريم نيدفيد دائما بيلعب في حته نص الملعب المحور, ممكن يكون محور مهاجم, ولكن احيانا انت بتبقى محتاج ايه من المباراه. انا يمكن قلت لك الكابتن حسام هدفه كان ايه في المباراه, هدفه انه ياخد الثلاث نقاط. اصل حته اللعب الكويس مش اللعب الكويس, النادي الاهلي عمل مباريات عاليه قوي السنه دي, يمكن اخر مباراه افريقيا كمان 4 كانت مباراه عاليه, فالنادي الاهلي محتاج ان هو هيخرج من مباراه لمباراه. انت دلوقتي وصلت للاخر 6 مباريات في الدوري, ده رقم واحد. عندك مباراه افريقيا, عندك كاس مصر, النادي الاهلي بيلعب على جميع المحاور, فالمفترض انك انت خلاص بقيت تجاري شويه الايام دي, مش لازم تجهد نفسك قوي, مش لازم عدد اللاعبين اللي عندك, انت بتشرك لعيبه وعندك افضليه. وبالنسبه النقطه بس بتاعت الماتش 4 اللي كابتن ربيع اتكلم عليها, لو هم 6 هي اللغه الرسميه لكره القدم كده, كره ملهاش كبير, كره مدوره, اي لحظه ممكن يحصل اي حاجه. عظمه الاداء في انك انت طول الوقت بتبقى مش خايف, ولكن انت عندك حرص طول الوقت, عندك ايجابيه في انك انت حتى لو كسبان 4 هنا تروح تكسب هناك. مش معناها انك انت تعدي المباراه انك تخسر. يمكن النادي الاهلي لا قدر الله لو خسر 1-0 مش 4 ووصل, فرحه المكسب بتروح, انت فاهم, وفرحه الوصول انك بتروح للدور الثاني بتروح. فهي دي كره القدم, انك انت قدرك انك بتلعب على هدف واحد, هو النجاح 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 والمكسب. تمام. كابتن شريف, الجهاز الفني المنتخب كله متواجد في هذه المباراه,
تفتكر كانوا بيتابعوا مين تحديدا؟ لا، في عناصر كتير جدا موجوده في النادي الاهلي. زي مين؟ سوليه، الشناوي، حسام عاشور معاهم قبل كده وموجود رايح جاي. في عندهم لعيبه. اسامه نبيه صرح بين الشوطين موجود. افكرك بتصريح اسامه نبيه بين الشوطين، قال ان هم يضموا اثنين لعيبه محليين ليسوا من الاهلي والزمالك. هو يقول لي يقولوا احنا ما نعرفش ظروف الماتشات الحبيه اللي هتتعمل دي فيها ايه. ما تعرفش الاصابات هيبقى. بس ده مدرب منتخب مصر. انت لو مش مدرب كويس مش هتحط اورتينيتيف ثانيه عندك ست لعيبه في كل مركز من كل اللعيبه اللي هو حد هياخدهم. يعني انا النهارده عندي السوليه ده في المرتبه الاولى في حكايه الاقف المدافع اللي هو بيعمل تامين جنب النني، ده من اقوى اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. انا عشان كده بسالك سؤال. النهارده جاي اتفرج عليه الراجل اللي خارج دلوقتي ده وليد سليمان، ده عامل اساسي مساعد ان هو يقدر ينقل الحركه من نص الملعب للفيرود في اي وقت، ومن الثوابت من الجزئيات من التصويبات من كل يمتلك من القدرات الكبيرة قوي ان هو يبقى مش حقول اساسي، بديل جيد جدا ان هو يبقى معاك منتخب. فانت عندك احمد فتحي كمان من القوام الاساسي موجود، عندك لعيبه موجوده من القوام الاساسي موجوده في الملعب بيراقب كل الناس اللي هو ممكن يفكر شكله. ثم انت لا تامن لاي مدرب في العالم هو ممكن يفكر ازاي. انا استغربت من التصريح. انا استغربت من التصريح. هو يتصرف زي ما يتصرف، هو مش لوحده على فكره. ايوه بس هو متحدث باسم الجهاز الفني. انا مؤمن كويس ان حكايه ان انا عشان اوصل لكاس العالم ان اللعيبه اللي هتبقى عادي الاهلي من فتره اللعيبه ما بتتمرنش خلاص. الفتره اللي احنا فيها دي مفيش تمرين. اللعيبه دي ماتشات اللي انت شايفها بنقضي فيها بنقفل الموسم، والناس اللي رايحه هتروح تلعب الماتشات الحبيه ما كنتش هتحافظ على نفسك وصحتك تبقى سندك، مش هتلاقي نفسك في ال 16. تمام. مش هتلاقي نفسك في ال 22. تمام. اهم حاجه عندك انك تبقى اديت في كاس العالم. انا قاعد قدام اثنين لعبوا في كاس عالم. وصلوا كاس العالم ايام ما لعبوا ان هم كانوا قادرين ان هم يكونوا جوه التشكيله. دي اهم حاجه ان انت تبقى جوه تشكيله المدير الفني وفكر المدير الفني. النهارده بيكلمني على واحد اسمه عمرو ورده ولاعيبه محترفه وتريزيجيه والنادي من حقه انه يفكر فيهم، دول خدموا معاه ووصلوه. دي مش وحشه الحقيقه. ومحترفين وليهم مكانه. حتى رمضان صبحي ما بيلعبش وهيفكر ان هو يخليه موجود وكان. اقدر اقول لك ان ده لعيب ما بيلعبش هناك ما يجيبوش. ففي حسابات للجهاز الفني وفي حسابات اخرى. عندك محمد الشناوي بيتبص له، محمد عواد بيتبص له، كل ده احمد ناجي جه النهارده يتفرج يشوف الدنيا فيها ايه. ما انت ما تعرفش بكره يحصل ايه، بكره اللي هو الاساسي بتاعك اللي هو معتمد عليه ممكن يتصاب ما تلاقيهوش. هو الاساسي لعب ازاي؟ مش لما الشناوي اتعور نزل الحضري ووقف في افريقيا وعمل لنفسه طريق غير عادي. ما هو ده الحاجات اللي انا بكلمك فيها الصغيره اللي بتحصل. مروان محسن ايه اللي مش موجود ليه؟ لاصابته في مباراه بطوله افريقيا وكان الاساسي وابتدى معاك مباراه تونس هنا بالهدف اللي جابه الحبي وابتدى هناك معاك في الشغل وابتدى عمل شغل كبير قوي وده من القوام الاساسي برده موجود. ما ده كان لعيب المفروض يكون موجود في الملعب ورجع واحرز هدف بقى في بؤره الضوء تاني. بالظبط. حسين الشحات اللي هو محترف بره دلوقتي واللعيبه اللي هي اكيد كل دول موجودين محترفين بره. هل هم دول اللي هيركز عليهم بره في الاتفاق وفي الرائد وفي الشباب وفي النصر والناس دي بس؟ لا، في هنا ماتشات كتير قوي. وبعدين ده قوام النادي الاهلي، ده فريق كبير، ده قوام النادي الاسماعيلي، ده قوام النادي الزمالك، الفرق الكبيره دي، النادي المصري دخل في بؤره الضوء معاك. فده كل ده في مصلحه مصر. العدد بقى والتكيف ومين هيلعب ومين هيجي دي اعتقد انها بقت مبيته للماتشات الحبيه اللي جايه، هي اللي هتبرز لك احسن العناصر اللي هتقدر تادي قدام المحترفين اللي هم امثال البرتغال، كولومبيا، الفرقه اللي احنا هنلعبها اورجواي، هتلاعب روسيا. هم نشوف مين المتكيفين اللي يقدروا يجروا ويعملوا السرعات، لان الفرق بيني وبين كل لاعب اجنبي بتاع ثانيه ثانيه ونص. من يوم ما اتولد هو ومن يوم ما انا اتولدت، انا الفرق بيني وبينه في الملعب ثانيه ونص في السرعات وفي القوه وفي الاداء وفي التميز وفي التحكم. احنا عندنا بس التعلبه شويه والحرفنه شويه اللي بنبذلها والسرعات اللي اتولدت في محمد صلاح. تمام. كابتن ربيع، يعني انا سالت الكابتن عادل عن تغيير كريم ميدفيد وقال ان هو كان كابتن حسام بيقصد بيها ان هو في حاله توازن دفاعيه شويه او يحافظ على حاله دفاعيه شويه. كابتن عادل، كان ايه رايك؟ ولا كان ليه هدف تاني؟ لا، هو قبل ما اسالك في تغيير ميدو جابر باسلام حارب، هو كريم خلي عنده اكتر ميزه، هو لعيب جوكر يعني. ممكن ينفع للهدفين انه يلعب يدافع بيه ويغير شكل الفريق. حضرتك شفته ايه؟ 4-3-3. لا، كريم بيروح وبيوصل ال 18 وقبل كده كان نزل في ثواني اخيره في دقائق اخيره وسجل هدف بحيثك. لكن هو الغرض ان هو يحافظ على على على, 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 على الثلاث نقاط، يحافظ على الشكل. قال لك انا ممكن ان انا بدل ما يجي فيها هدف يعني انا شايف الامر سهل يعني. الماتش اللي قدامي سهل ان انا انزل لعيب اهاجم بيه المدافع يعني. الانياب والشخصيه بتاعت امبي ما كانتش تخوفك يعني. امبي لو قعد بالشكل ده
ان يلعب دقايق كتيره جدا، مش هيسجل، مش تقليلا منه، لكن ما فيش توغل، ما فيش شراسه، ما فيش فرديه، ما فيش يعني مش ده ام اللي نعرفه يا عبد الحميد. يعني تعرف ام كان بيبقى نادي يخض، واخد بالك، شكله عنده شكل هجومي بيشتغل بيه. فاللي اقصده ان هو خلاص، هو يعني برضه عاوزين، مش عاوزين نختلف كتير قد ما نقول ان ممكن وجهات النظر تختلف، لكن يدافع ما فيش مشاكل خالص، يلعب 4-3-3 يهاجم يدافع بيه، لان ندفت عنده ميزات كثيره جدا، انه بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم، ولعيب جوكر بيلعب في اكتر مركز. فده بالنسبه لندفت. مين تاني قلت؟ ميدو جابر عمل مباراه كويسه جدا بعد غياب، عمل كام اسيست لكن ما كانش محرص منهم اهداف، لكن استبدل باسلام حارب. اسلام ده طبيعي، يعني اسلام عامل موسم رائع بصراحه، من احسن اللعيبه اللي عامله كوره، وبديل رائع، مطيع جدا، ما عملش مشكله، لعيب هايل، احنا بنحبه ونحترم ونقدره، لانه نزل وكسب النادي الاهلي فوات كتيره جدا، فوات صعبه، ومع ذلك بيرضى انه يقعد بديل هايل. فبصراحه لعيب مثالي، وماشي مع التغيير، وماشي مع سياسه حسام، وماشي مع مصلحه الفريق. ده تحبه وتحترمه وتقدره، واخد بالك؟ بصرف النظر قال لك يعني ما سمعناش انه من ساعه ما جه انه عمل مشكله عشان انا ما بداتش ليه، مع انه ماشي بامتياز، احسن بديل في الدوري السنه دي. دي حقيقه عن جداره. بينزل يكسبني، ولعيب مفيد جدا، وعمل اضافه وحاجه جميله جدا، ولعيب لما تشوفه كده بيلعب برجلين الاثنين، وبيروح بيلعب بدماغه، وقوي جدا، وعنده سرعه، وعنده مهاره فائقه ما شاء الله. فمن وجهه نظري من احسن لعيبه السنه دي، اللي ادت بشكل مطيع ومحترم، ويستاهل كل التقدير والاحترام، محارب. تمام كابتن عادل، يعني شفنا هشام محمد كان نجم في نادي المقصه، ما كانش بيقعد ولا ثانيه، النهارده نازل اخر دقيقه ونازل ملتزم، الكابتن حسام بدري قادر يسيطر على هؤلاء النجوم سيطره كامله وسيطره تامه، وعندك لسه أجاي بره، لسه عبد الله السعيد بره، لسه حمودي بره، لسه احمد حمدي بره، شايف الدنيا ازاي مع النجوم دي كلها؟ لا انا شايف مهما حصل من نجوم ومهما حصل من اللاعبين، سيستم النادي الاهلي دائما اكبر من لاعب. النادي الاهلي دائما هو اللي عامل سيستم لمدربه. معك برضه شخصيه مدربه، لازم تبقى شخصيه قويه زي كابتن حسام البدري، شخصيته فعلا قويه، بيقدر يسيطر على الناس، ولكن النادي الاهلي بيساعده بصوره جيده جدا. شوف لما يجي، وانا بتكلم على انديه كتير في الدوري المصري، لما يجي مجلس اداره او لاعب او اي حد بيتكلم مع مجلس الاداره، ومجلس الاداره يروح يكلم المدرب ويروح يقول له ما بيلعبش ليه، او يتناقش مع المدرب، فدي بتبقى حاجه ما فيهاش في النادي الاهلي ابدا. النادي الاهلي غير كده خالص. لما النادي الاهلي يسيستم الحياه بالنسبه للمدرب، وبالنسبه للمدرب لما يجيبوه ويقولوا له انت جاي يوم 30/7 هتنهي عقدك 29/7 اللي جاي، انا اقدر ان انا احاسبك بعد 29، بعد السنه الكامله، هي دي بتدي للمدرب قوه. لما المدرب يحس ان لما بياخد اي قرار، حتى لو قرار انفعاله غلط، لازم يتنفذ ومحدش بيتدخل فيه، دي كمان حاجه كويسه. فالنادي الاهلي عنده سيستم يقدر ان هو يحافظ على اللاعبين، واللاعبين ما حدش يقدر يجي كده ولا يجي كده. حتى كمان يعني احنا بنتكلم، وخلينا نتكلم بمنطقيه، لما نيجي نتكلم على اي لاعب في النادي الاهلي من ساعه ما كل الناس لعبت كوره في النادي الاهلي، تلاقي ان النادي الاهلي اكبر من اللاعب نفسه، تلاقي ان النادي الاهلي افضل واحسن من اللاعب نفسه. بمعنى ما فيش لعيب بيأثر في النادي الاهلي، ما فيش اتنين يأثروا في النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر منهم قبل كده، اكبر من اي حد. افكرك بس، قبل كده فرقه كامله، كابتن ربيع اكيد عارف، كابتن شريف عارف، حضرتك طبعا عارف، فرقه كامله قعدت، وفرقه شباب طلعت خدت كاس مصر. لا مش فرقه كمان كمان يا كابتن، بس ميدو عشان انا كنت في الفرقه دي، انا قلتش يعني انا ما قلتش اسماء يا كابتن شريف، يعني خلي بالك في حاجات اكبر من كده في النادي الاهلي. عشان كده انا عايز اقول لك ايه، ان النادي الاهلي كيان اكيد اكبر من لاعب، اكيد اكبر من لاعبين، اكبر من ثلاثه، اكبر من خمسه. احنا طلعنا 6 اعاره، عندنا اصابات، وبنلعب زي الفل وبنكسب وشغالين زي الفل، واحسن نادي في مصر وعاملين ارقام. دي واحد. اتنين، في لعيبه بعينها مثلا ما كانش بتلعب وبنكسب، وهنفضل نكسب. فانا عايز اتكلم في ايه؟ في ان احنا ما بنقفش على حد، ولا النادي الاهلي بيحتاج حد. النادي الاهلي اكبر من جميع اللاعبين. اقول لك حاجه، اللي عدوا واللي موجودين واللي هيجوا بعد كده. تمام، رساله واضحه. تمام، يعني عايز اقول لكم النادي الاهلي
او اللوم بيبقى على قد المحبه. احنا بنحب نجومنا قوي، بنحب لعيبتنا قوي، عايزين لعيبتنا يفضلوا معانا لاخر العمر. ودي رساله كل الاهلاويه لكل لعيبه الاهلاويه. عايز اقول لكم كمان النجم الجميل ايمن اشرف نجم جميل جدا، نجم هادي جدا، ما تحسش بيه في الملعب غير وهو متالق جدا، ما تسمعش صوته، لعيب مؤثر جدا. النادي الاهلي كان صفقه من اروع الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، باك ليفت تلاقيه، مساك تلاقيه، ملتزم جدا جدا، لعيب مثالي بكل المقاييس. اكثر من الصفقه ده تربيه النادي الاهلي. خلي بالك نشوف الجرافيك اللي كان محضر لنا فريق الاعداد قبل هذه المباراه تحديدا، كان ايمن اشرف وما كانوا حاسين انه هيجيب جون ولا ايه مش عارف. هاتوا لنا الجرافيك كده، المشاركات 23 مشاركه، لاعب 2024 مشاركه بالنهارده، لاعب 2000 طبعا نضيف عليهم بقى 90 ده النهارده 2046، سجل هدف يبقى كده هدفين، صنع هدف وتشتيت 55 مره، منع تسديدات 8 مرات، قطع 187 كوره، ارتكب ركله جزاء. يعني ده نجمنا النجم الجميل ايمن اشرف، وده الجول بتاعه، بيبوس الشاره السوداء. اكيد حضراتكم عارفين قصه الشاره السوداء، انا مش عايز افكركم بيها تاني. لعيب مميز جدا، لعيب نجم ان شاء الله نشوفه متالق مع الاهلي ومتالق مع منتخب مصر، ونشوفه في احسن الانديه الاوروبيه كمان في الاحتراف. يعني اي لاعب يلعب في النادي الاهلي يبقى مرشح انه يلعب في اي حته في اوروبا. تمام كابتن شريف، نورتنا وشرفتنا، اشكرك وببارك لك ودايما كده بنبارك لبعض ونجومك الجمال على التحليل الجيد، ووشينا حلو مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ربيع، شكرا جدا، نورتني وشرفتني. شكرا والف مبروك لجمهور النادي الاهلي. شكرا كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن، اشكرك كابتن ميدو حبيبي، وانا سعيد ان انا مع كباتن بتوعي اولا ومعاك طبعا. شكرا جدا. نطلع فاصل عشان نستقبل نجم التحكيم السابق الحكم الدوري السابق سمير عثمان، ونرجع لحضرتك على طول.